السلام ونعمة رب المجد. أحبنا مشاهدي برنامج صرخة ألم، سلام المسيح ليكم. النهاردة بإذن ربنا هيكون الحلقة مختلفة شوية عن كل مرة، هيكون فيها الحوار أكتر وهيكون فيها شخصيات أكتر، يعني نوع من التغيير، وده كان باقتراح بعض الناس اللي راسلتني وبشكرهم جدا على الاقتراحات دي، لان في شخصيات المفروض بنسلط الضوء عليها اكتر. النهارده هيكون معايا شخصيه مهمه جدا، وبشكره في بادئ الحلقه على انه سمح لي بالفرصه دي ان هو يكون معانا على الهوا. يمكن لما كان في حواري معاه اتكلمت على ان انا نظرتي للاسف نظره شايفه مستقبل مصر مظلم، شايفاها بنضاره سودا. فكان في حواره بيقول لي يعني ما معناها ان هو هيخليني اغير النظرة دي. داعية اسلامي بيعرفني ان في فعلا في ناس في مصر بيحبوا مصر. الحوار معاه كان شيق جدا في التليفون، واتمنى ان النهاردة الحوار هيكون على الهوا، وفي حواره هيخلينا نسلط الضوء على بعض الحاجات اللي بتحصل في مصر سواء سياسيا او اسلاميا. اتفقنا انا وهو ان هيكون الحوار بلا اسقف، بلا خوف، هيكون في صراحه كامله وبدون زعل. بما انه داعيه اسلامي، هو اولا طبيب، فحواره كان بيصب في ان لازم تكون كل اتجاهاتنا لصالح مصر، كل أفعالنا، كل رسالتنا تكون لصالح مصر. وهي دي الشخصية الإسلامية اللي بتمنى من كل المسلمين أن يكونوا بنفس أفكار هذه الشخصية الرائعة. قبل أي حاجة، طبعا المفروض أن حركة التمرد الكل سلط الضوء عليها. هيكون معانا شخصية من المتطوعين في حركة التمرد، بس طبعا كل الناس ويمكن كل البرامج جابت الناس اللي في القاهرة وفي اسكندرية في المحافظات الكبيرة. يمكن من أكتر المحافظات اللي فيها جرائم كتير، أكتر المحافظات في وجه قبلي اللي فيها مشاكل أمنية جامدة جدا، محافظتين الأحوال فيهم ما يصرش أي بني آدم، المنيا وسوهاج. هتكون معانا الأستاذة فتحية بعد شوية، واحدة من المتطوعات والناشطات المصريات اللي برضو من ضمن اللي بيحبوا مصر، بتعمل بكل جهدها عشان خاطر تساعد المصريين. ظهرت قبل كده في مظاهرات كتير، لكن النهاردة هنتكلم معها ولو هي تسلط لنا الضوء على حركة تمرد في سوهاج. في إقبال زي ما احنا شايفين في كل وسائل الإعلام في اسكندرية وفي القاهرة وفي كل الأماكن أو المحافظات الكبيرة، وجه قبلي بالتحديد شايف حركة تمرد ازاي. وجه قبلي بالتحديد رافض الشيخ مرسي ليه، بيسحب منه الثقة ليه. يمكن من أكتر المحافظات اللي فيها دلوقتي سطو مسلح على أراضي وعلى الخطف وعلى الإرهاب اللي موجود زي ما قلت في المحافظتين دول، المنيا وسوهاج. فإحنا هتكون معنا الأستاذة فتحية إبراهيم، ناشطة سياسية ومندوبة عن حركة تمرد بسوهاج. معنا شخصيات النهاردة برضو تانية مهمة جدا، لكن اللي عايزة أوصله من حركة تمرد، الناس اللي كانت عندها أمل وعشم في أن مصر يتعدل حالها، ويمكن أكتر من مرة قلت أنا لا أعترف بالشيخ مرسي رئيس لأنه نتج عن تزوير ودخل بأوراق مزورة، دخل بشراء أصوات، دخل أو وصل للكرسي يعني بالضحك على الناس باسم الدين، ده وصل الكرسي عن طريق احتياجات الناس، ودي اكبر كارثه في وصول مرسي للكرسي. اكبر كارثه ان هو يشتري احتياج الناس
بالمال بالفلوس بالاحتياج للسكر والزيت والكل عارف بالتزوير، يعني ما هواش هدفه الأصلي الوصول لمصلحة مصر، ولكن هدفه الأصلي هو وأهله وعشرته وظيفتهم الرئيسية الوصول للكرسي، عشان في مخططات هم بيسعوا إليها من زمان من أكتر من 80 سنة عشان يوصلوا لليوم ده عشان يحققوا حاجات معينة. وللأسف إن هو اوريدي وصل، بيتشدقوا بكلمة إن هو وصل كرئيس منتخب مدني، لكن هو مش منتخب، لأن لو كان منتخب كان وصل بنزاهة وشرف، كان الكل احترمه وقال مفيش حد هيقول ساعتها إن هو مرسي وصل بالتزوير. القوانين اللي بتسن الآن اللي هم بيحاولوا يعملوها اللي عشان يمرروا بيها أي حاجة في خططهم، يمكن من أكتر الحاجات اللي دلوقتي على الساحة واضحة جدا كانت باينة واتكلمنا فيها في أكتر من حلقة، خلع، أنا بقولش إن هو تغيير، لكن هو خلع المشين طنطاوي عن طريق جنودنا اللي اتقتلوا على رفح. هل يا ترى دلوقتي خطف جنودنا اللي اتخطفوا امبارح السبع جنود سواء من الشرطة والجيش مع بعض، هل ده برضو مخطط عشان يشيل السيسي؟ هل ده هيكون بداية الخطة؟ لان هو عارف ان في قيادات في الجيش بترفض سياسة مرسي وبترفض التعتيم اللي ورا احداث رفح، بترفض ان في دم يسيل من جنودنا وفي الاخر مفيش حد يحاكم. من رمضان اللي فات، من اول يوم في رمضان، ورمضان فاضل له شهرين ويجي، يعني قربنا على سنة، وحتى الآن المتهم الرئيسي والمحرض والمشترك حتى في هذه الجريمة لم يقدم لمحاكمة. طبعا لم يقدم لمحاكمة لأنه من أهل وعشيرة الشيخ مرسي، طبعا لأنه هو كل وسائل الإعلام كتبت وكل وضح إن اللي عملوا كده هم من حماس أولا، وطبعا حماس كان الهدف من اللي حصل ده ان هم يشيلوا المشين طنطاوي. حماس اليد الرئيسية في خروج او هروب الشيخ مرسي من السجن، ففي فواتير بينهم وبين بعض لابد ان تدفع. من ضمن هذه الفواتير طبعا كانت الوصول للكرسي في مقابل حاجات تانية. يا ترى هنشوف، واتمنى من الدكتور اللي هيكون معانا يوضح لي النضارة الحلوة اللي أنا مطلوب مني إن أنا أشوفها، كل يوم والتاني خطف وقتل في جنودنا، كل يوم والتاني ناس بتضيع وما احناش عارفين مصيرهم فين، زي الجنود المختطفين اللي زوجة أحد هؤلاء الجنود اللي حتى الآن على كل وسائل الإعلام بتقول إن جالها تهديدات بحاجات علنية من ناس معينة معروفة من أهل وعشيرة مرسي. كل يوم والتاني هنكتشف ان في خطط بتدبر تاني ضد مصر، كل يوم والتاني هنعرف ان في ناس بتتقتل وبيدفع الثمن دم لمين ولصالح مين، هو ده المهم. يمكن برضو من ضمن الملفات اللي بإذن ربنا هيكون ليها تسليط ضوء قوي جدا في الأيام القادمة، احنا يمكن في صرخة ألم كنت مركزة قوي على خطف بناتنا، ويمكن قلت برضو في أكتر من حلقة إن حتى لو بنت خرجت زي ما بيقولوا بمزاجها، الحوار بتاع امبارح مع أحد الشخصيات المهمة بيثبت إن حتى اللي خارجة بمزاجها زي ما قلت قبل كده بيبقى مخطوف عقلها قبل ما يخطف جسدها. أنا قلت الكلام ده مليون مرة، حتى لو خرجت بمزاجها لأنها تحت تأثير خطف عقلها ومشاعرها وبالتالي بتخرج. فإذا في كلا الحالتين سواء خطف بالجسد أو خطف بالعقل والمشاعر، هو في كلا الحالات خطف.
الكارثة نفسها ما بيبقاش في خطف البنت اللي هي البالغة، ولكن الكارثة في خطف القاصر. في ملف دلوقتي بيجهز للحالات دي، وملف كبير جدا، وإن شاء الله هيكون في صرخة ألم لتسليط ضوء قوي جدا على هؤلاء البنات، وخاصة العائدات منهم. العائدات دول هيشرحوا لنا إزاي خرجت، إزاي تم الضحك عليها، هيكون نوع من التوعية للبنات اللي جاية عشان ما فيش حد يقع في نفس الفخ. وكل ده برضو مش الهدف صالح البنات فقط، ولكن الهدف الحفاظ على مصر، لأن احنا قلنا أكتر من مرة الشعلة بتبدأ بفتيل مدخن. الفتيل الصغير لو أي حاجة منه طالت الشرارة لشرارة أكبر هتولع. البنت اللي بتخرج وبيتم خطفها، وخاصة قاصر، وبركز على كلمة قاصر عشان كل اللي سامع، أنا بركز على القاصر لأن المفروض إن إحنا في دولة قانون، والمفروض إن القانون يسري على الكل. زي ما بيعملوا تجمهرات وبيعملوا مظاهرات على أي بنت من عندهم بتخرج، برضو إحنا من حقنا إن إحنا نحاول نرجع بنتنا مدامة قاصر، لأن القانون لازم يسري على الكل. إذا كانوا بيرجعوا البنت اللي خرجت، أو اللي زي ما بيقولوا إنها زي رانا عملنا علشانها أكتر من حلقة، وعملوا التجمهرات والتهديدات على الكنيسة وعلى الكهنة وعلى الأقباط في بني سويف أو في الواسطة، برضو من حقنا بناتنا نعرف هم بيروحوا فين، ومين المسؤول عن خطف هؤلاء البنات، وخاصة إن دلوقتي بقى على سطح الموضوع ده أبو إسلام. أبو إسلام دلوقتي بقى ليه يد قوية جدا في خطف البنات، وده باعتراف منه شخصي، باعتراف في أحد الفيديوهات قال إن أنا يهمني جدا أسلمة الكافرات، الكافرات اللي هم النصارى زي ما هو بيقول، أو أسلمة القبطيات. فأبو إسلام برضو زي ما هو دلوقتي ليه يد ضليعة في الحاجات دي، الحاجات دي هي اللي بتشعل البلد. وطول ما في فتنة ما بين إخوات مصر، زي ما الدكتور قال لي، زي ما في فتنة بتحصل هتشق المصريين وتخليهم كل واحد فريق، فبالتالي هذا الفريق هيحاول ينتصر على التاني، والتاني يحاول ينتصر، وتفضل الحياة شعلة نار بفتنة ومفيش حد هيقدر يوقفها. وبرضو قلت أكتر من مرة الفتنة دي هي اللي هتقضي على الأخضر واليابس في مصر، مش أي شيء تاني، مش أي شيء تاني. لأن احنا شفنا في حالات كتير إن اللي بيحصل بيخلي وراها أحداث قتل، بيخلف وراها بيوت بتتحرق، بيكون وراها أحداث كتير بتخلي مصر على حافة انهيار طائفي هيقتل المسيحي والمسلم، مش المسيحي فقط ولا المسلم فقط. معانا الأستاذة فتحية إبراهيم، ناشطة سياسية وليها نشاط كبير جدا في محافظة سوهاج، وشفتها في أكتر من فيديو في المظاهرات. أستاذة فتحية أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أولا سعيدة أن يكون لنا اتصال بيكي دلوقتي، وخاصة أن أنا عرفت أن أنت متطوعة في حملة تمرد. نعم نعم، وسهاج زي الفل. وإحنا أنا دلوقتي حضرتك بكلمك من حملة تمرد في ساحل صحرا إقبال منقطع النظير. إحنا دلوقتي بس من الساعة 5 إلى الآن مخلصين بس في ساحل صحرا أكثر من 2500 استمارة تمرد. 20,000؟ لا حاليا، لا احنا دلوقتي سوهاج 43,000 اتقسمت. انا بكلمك على النهارده، يعني احنا النهارده في ساحل صحرا. انا حضرتك بكلمك دلوقتي وانا باخد توقيعات من اهالي مدينه صحرا، من ساحل صحرا. احنا خرجنا حوالي الساعه 5 حتى الان، احنا دلوقتي مقفلين اكثر من 2500 ومش قادرين يعني نلاحق الناس وتجاوبها بشكل غير ما مطلوب.
يعني في يوم واحد، في يوم واحد جمعتي 2500 توقيع؟ ايوه يتاح التحفه والورق موجود معانا، وانا حضرتك يعني بعد ما اروح هصور الكلام ده، هصور الاقبال وهصور الكلام ده، انا مصوره تصوير يعني اقبال غير طبيعي في ساحل طهطا بمدينه طهطا. في طهطا بس 2000 استاذه فتحيه، في طهطا بس 2500 في يوم، مظبوط كده؟ في يوم واحد. طب من اول الحمله، من اول الحمله حتى الان تقريبا كام واحد وقع لك على استمارات؟ تقريبا بجد 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 احنا دلوقتي وصلنا حوالي 44,000 استماره تمرد في سوهاج، والوقت لا يسعفنا ونحن نتطوع وحضرتك بنصور الورق من تصرفاتنا الذاتيه، وفي ناس بتاخد الورقه وتقول هاتي مالكيش دعوه اديني الورقه، وبتطلع بتصور من في الناس عندها كتف جامد جدا جدا، بقيت متنفس كل الطبقات. احنا بنوصل من السيده اللي في السوق الى العامل في المصنع الى المهندس الى الطبيب، ناس ليس لها اي انتماء لا سياسي ولا حزبي ولا مارس السياسه، بتمسك الورقه بمجرد ما تعرف تحدث ثقه بتطلع البطاقه. سيدات ورجال، اقول لحضرتك انا النهارده طفل قال لي لازم امضي ورقه، قلت له والله والله لو القانون كان يسمح كنت خليتك مضيت الورقه. طب يا استاذه فتحيه، يعني انا عايزه اسمع الساده المشاهدين، ايه احسن التعليقات اللي اتقالت لك لما قلت لهم خدوا دي استماره تمرد، موافقين ولا مش موافقين؟ ايه احسن تعليق سواء من رجل او من ست؟ تعليق قالت نحن نحتاج الى علاج من حكم الاخوان المسلمين في مصر، وانت بهذه الاستماره قدمت لنا روشتة علاجية من الاكتئاب والضيق والصراعات والقلق الذي فاد حياتنا وسيطر على المجتمع المصري جمعاء بكل محافظاته وقراه ونبوءه. النهارده مصر بكل طوائفها وطبقاتها وتعلميها ومثقفيها واميها نسائها ورجالها واسهريها وقساوستها وكل الرجال دي النهارده في حاله ضيق واكتئاب وكبت، لان الظلم بلغ المدى والتعدي على الحقوق بلغ المدى والاضطهاد بلغ المدى. انا بكلمك والله والله ومصوره، احنا دلوقتي لسه متعدي علينا احد الاشخاص من الاخوان، ولكن نحن مكننا بما نملك من عقليه وسلميه ورجالنا لا نفشل في هذا العرف الذي نعيشه الان. طب انا عارفه، أنا عارفة طبعا إن كل حركة تمرد وكل الناس اللي موافقة على التمرد هتتجمع في 30/6 أمام قصر الاتحادية لتوصيل الرسالة سلمية للشيخ مرسي وأهله وعشيرته. هل برضو بتوع سوهاج هينزلوا للقاهرة عشان يشاركوا في حملة تمرد كاملة من كل محافظات الجمهورية؟ نعم سوف يكون من محافظة سوهاج تشكيلات ومن محافظة سوهاج تشكيلات ومن كلنا. نحن بدأنا حملتنا سلمية، وحملة التمرد هم بيقولوا انتوا بالعنف، احنا لا نعرف العنف، هم الذين يصدرون العنف الينا وهم الذين يصدرون البلطجة الينا، ونحن طول عمرنا ليس في تاريخنا عنف، وتاريخنا وذاكرة التاريخ تشهد بهذا الكلام، هم الذين يمارسون العنف وهم الذين يصدرون العنف. احنا كل طول عمرنا ثورتنا سلميه وسوف تظل سلميه وهنخلعه بطريقه سلميه. طب بمناسبه العنف يا استاذه فتحيه، هل في حد حاول يعترضكم بالفاظ حضرتك؟ النهارده بتهديدات حضرتك باي حاجه؟ طبعا ان هم بيستغلوا اسلوب فرق تشد بيخوفوا البسطاء والناس اللي هي يعني لا تمتلك ثقافه سياسيه، بان اللي بيمضي على الورقه دي خطر، وقانونيا طبعا احنا بنكذب هذا الادعاء وبوسائل ادبيه وبوسائل فنيه. النهارده حضرتك وانا بكلمك لسه دلوقتي احنا طلبنا المباحث، ان في احد الاشخاص من الاخوان دخل في البانر بتاعنا واتهجم علينا وكان عاوز يفتن، علماء العقلاء من الموجودين استبعدوه عشان يعطلنا، لكن احنا ما تعطلناش. احنا بكلمك حضرتك يمكن في سامعاني، انا بكلمك من قدام قهوه والناس كلها مش هنديله فرصه نرفع البنرات ولا الكراسي بتاعتنا من الشارع، احنا مستمرين. هم فقدوا كل وسائلهم، اصبحوا يعانوا التوتر والقلق والهزيمه، بيخبطوا بيهبلوا
واحنا لا نيأس واحنا مستمرين في حمل التمرد. وانا بعتبر ان حمل التمرد هي المجال الثاني للثوره المصريه، وهيكون المجال الناجح اللي هيحقق اهداف الثوره المصريه التي سرقت منا وتم السطو عليها من جماعه طول عمرها ما كانتش جماعه ثوريه، وطول عمرها ما مارستش الثوره، وطول عمرها كانت مهادنه للنظام، وطول عمرها لها خطه خارجيه واجنده الخلافه، ولا تسعى الى استقرار الوطن، تتبع اسلوب فر اسلوب الخطر. شيء مفرح جدا ان الثقافه الثوريه واصله لاقاصي الصعيد وفي محافظه سوهاج في يوم واحد وفي يوم واحد 2500 توقيع. نعم. في مدينه واحده، يعني مش. نعم. في المحافظه كلها، في مدينه واحده. نعم. وهي مدينه طهطه. اعتقد كده الرساله واصله كويس قوي للشيخ مرسي واصله لاهل وعشيرته. ولن يتم استبدال مرسي في محافظه سوهاج وستتجه كلها واتجاه طوال ذلك. النهارده سوهاج في 7 ايام حققت 43,000، وبرغم كل الاوقات اللي بيشغلوها الجماعه ضدنا والدعايه السلبيه اللي بيشغلوها ضدنا والتعدي اللي بيتعدوا عليه علينا النهارده امام ساحل طهطا بشهاده الجميع، وانا مصوره هذا. احنا ماشيين في طريقنا، مستمرين في طريقنا، سلميين حتى نسقط النظام بطريقه سلميه. البلطجه صناعتهم والتعدي صناعتهم والتكنيس صناعتهم وخفض الثورات صناعتهم وتفريق المجتمع صناعتهم. بشكرك جدا يا استاذه فتحيه، واتمنى طبعا التصوير اللي حضرتك بتقولي عنه ده اتمنى يوصلني ونذيعه برضه في برنامج صرخه قلم، نعرف الناس الاعتداءات ونعرف الناس صوت الناس وصل لفين، وصل لاقاصي الصعيد بترفض سياسه الشيخ مرسي وبترفض حكم الشيخ مرسي وحكم اهله وعشيرته. بشكرك جدا يا استاذه. نعم. فتحيه بشكرك جدا جدا، وربنا يقويكي وتكملي المشوار لاقاصي الصعيد اكتر واكتر ما بعد سوهاج كمان. بشكرك قوي استاذه فتحيه ابراهيم، كانت معانا من سوهاج وبتعرفنا حركه التمرد وصلت لغايه فين ومجموع التوقيعات اللي الناس بفرح شديد وقعت على الاستمارات بترفض سياسه مرسي. احنا يمكن قلنا الاسبوع اللي فات إن في مسيرة سلمية خاصة بذكرى الأربعين لشهداء الخصوص والكاتدرائية. أستاذ رامي كامل هو المسؤول عن هذه المسيرة وهو اللي منظمها. رامي كامل معروف كويس جدا في وسط اللقباط وغير اللقباط. نسمع الأول بنت المسيح لغاية ما نكلم الأستاذ رامي كامل. بنت المسيح اهلا وسهلا بيكي. ازيك عامله ايه يا اخت ناديه؟ الحمد لله نشكر ربنا. الحمد لله. انا بحييكي على البرنامج الحلو ده ودايما دايما في تقدم يا رب. يا رب يخليك. تعيسي. انا بس بقول الاخت فتحيه اللي لسه كانت بتتكلم من شويه من حركه تمرد، بقول لها ربنا يبارككم وربنا معاكم وربنا واقف معاكم، مسلمين ومسيحيين واقفين مع بعض، وهي دي مصر اللي احنا طول عمرنا اتعودنا عليها. ومهما كان مرسي بقوته وبعشيرته وبناسه، وان شاء الله لو جاب قوى الشياطين الارض كلهم عملوا مؤتمر، مش هيقدروا على الشعب المصري. الشعب المصري قام وفاق والثوره فوريفر ان شاء الله. وعقبال يا رب، عقبال يا رب يوم 30/6 ما نتصل بالتليفونات في كل المحطات، وعليا انا الزغاريت ما تقلقوش ان شاء الله. والزغره زغروته عاليه بنصره مصر اقباطها ومسلمينها في ايدين بعضينا، وان شاء الله هنعيش في سلام وعمرها كله عايشين في سلام. أمين. ومهما عملوا وان شاء الله ربنا يدينا العمر ونشوفهم معلقين، ها، واولهم ابو اسلام اللي عامل ثوره على بنات المسيحيات. يا عم روح اتوكس، ده انت متاخد في قضيه، ها، اعتداء جنسي على طفله 9 سنوات. عايزنا نجيب لك الورق من السعوديه يا شيخ اسلام؟ خلي الطبق مستور يا بنت المسيح. ما انا سكت اهو. يلا اقول لك سلام. جدا. معانا بنت المسيح، معانا شخصيه في النص الثاني من الحلقه، انا عارفه وواثقه ان انت هتتصل لانه فعلا شخصيه مهمه جدا وشخصيه ممتازه جدا. ليا شرف ان هو يكون معانا النهارده. امين ان شاء الله هتصل تاني. بشكرك جدا. سلام. مع السلامه.
استاذ رامي كامل زي ما قلت لحضراتكم هو منسق للمسيره اللي المفروض انها باذن ربنا هتقوم بكره. تضارب الاقوال على الفيس وعلى التويتر وعلى كل النت ان المسيره هو كان محددها من امام، وقلت في الحلقه اللي فاتت، من امام بوابه 4 متجهه الى ميدان الشهداء سابقا ماسبيرو. ففي بعض رجال الامن حاولوا يتدخلوا، قال ايه نوع من الحمايه للكاتدرائيه، كانه يعني شاكك في ان ممكن يحصل اعتداء تاني على الكاتدرائيه. طب المفروض رجال الامن لما يكونوا عارفين ان احتمال في كل البلاد المحترمه كده احتمال في المكان ده هيحصل اعتداء، يبقى أأمن المكان وامنع الاعتداء، ده البلاد المحترمه. لكن لما رجال الشرطه يتدخلوا علشان يتدخل عشان خاطر يغير المسيره، استاذ رامي معانا؟ مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذ رامي؟ اهلا، ازيك يا استاذ مجدي، عامل ايه؟ الحمد لله، نشكر ربنا. انا طبعا عايزه حضرتك تقول للمشاهدين كلهم، هل المسيره فعلا المسيره تغير مسارها من الكاتدرائيه لدوران شبرا حتى ماسبيرو او حتى ميدان الشهداء، ولا زي ما هي؟ هو في حصل تغيير من الكاتدرائيه للميدان لدوران شبرا، نظرا لانه حصل تواصل مع الكاتدرائيه وابدوا قلقهم عشان الناحيه الامنيه. يعني معنى كده ان الكاتدرائيه هي اللي طلبت منك ان انت تغير بدايه المسيره؟ حصل اتصال بيني وبين نيافه الامن البدنيه لاسقف المعادي، وهو بلغني قلق الكاتدرائيه من ان هم من ان تخرج مسيره في الظروف اللي فيها البلد دي. فيعني احنا قررنا مع بعض ان احنا هنغير الاتجاه وبلغنا الكاتدرائيه بكده. طيب ده انا بكمل كلام حضرتك وبوصل لكل المشاهدين، وان شاء الله برضو هننشرها النهارده، ان مكان تجمع بدايه المسيره من دوران شبرا بدلا من الكاتدرائيه حتى ميدان الشهداء او ميدان ماسبيرو. ماسبيرو اللي هي ساحه الشهداء او ساحه ماسبيرو. المسيره حسب ما انا عرفت من حضرتك وبرضو كل النت مكتوب انها هتكون مسيره سلميه حامله لنعوش رمزيه بدون يفط، صح كده؟ لا، هو هيكون في لافتات بتعبر طبعا عن المطالب، وهيكون في لافتات او بانرات بصور الشهداء، هيكون في مارش جنائزي صغير عباره عن ان يعني هيبقى عربيه الساوند دايما بتطلع ترانيم، ووراها مباشره ماشيه النعوش. أيوة. ورا النعوش في صليب كبير، ووراه علم مصر، ورا العلم 7 بانرات بتوع الشهداء، 7 صور للشهداء بتوع الكاتدرائيه والخصوص، ووراهم المسيره بقى، المسيره ماشيه يعني ورا دول المسيره ماشيه. انا واثقه ان طبعا اكيد في تجمعات كتير من هيئات او من منظمات او حركات قبطيه كلها هتشترك، بس اللي انا استغربته ان في حركه من الحركات القبطيه هتعمل مسيره تانيه يوم 24، مظبوط الكلام ده؟ هو بس علشان نوضح موقف الزملاء، يعني احنا اولا بيجمع بيننا كلنا المحبه، اي اختلاف في وجهات النظر هو اختلاف حوالين انهي خطوه افضل للملف، وده اختلاف بسيط في وجهات النظر، لكن المحبه بتسود دايما ما بيننا في النقاشات والحوارات، ويعني على عكس ما الميديا او الاعلام بيحاول يظهر ان في خلاف كتير او كلاشات واضحه. الموقف انه اتحاد شباب ماسبيرو شايف ان المشاركه في يوم 13 في اطار المظاهرات العامه هيكون افضل لدعم الدوله المدنيه، وهم نازلين يعملوا ده. فاحنا قررنا ناخد الشق الثاني من المشهد اللي هو الاصرار على عمل ذكرى الأربعين، ويبقى احنا الاثنين بنكمل بعض. نفعل هذا ولا نترك ذاك. لكن هم برضه هيعملوا يوم 24 حاجه ثانيه، مش كده؟ يعني خاصه بالشهداء. لا، فعاليه ثانيه هم عاملينها كلنا هنشارك فيها، يعني احنا مش منفصلين يا جماعه. انا بحب اوضح للساده المشاهدين عشان خاطر ما يبقاش في لبس. فعاليه ثانيه؟ لا، في فعاليه ثانيه للشهداء وكلنا برضه هنشارك فيها. حلو جدا، ما ده اللي انا عايزه اوصل
الرساله للساده المشاهدين ان الاثنين متواصلين مع بعض، ما فيش انشقاق زي ما حضرتك قلت. لا 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 ابدا، وربنا ما يجيب الكلام ده ابدا. الحمد لله، ربنا دايما يا رب يديم المحبه بين الكل ويبعد عنكم. انا عايز اوضح حاجه يا استاذه ناديه. اتفضل اتفضل. احنا جوه مصر ما تصدقوش الاعلام، احنا بصوره يوميه كلنا بنتصل ببعض. رساله رائعه رساله رائعه. صدقني يا استاذ رامي ان مهما حصل من اختلاف الراي فاحنا كلنا كلمه واحده، حتى اختلاف الراي برضو بيجمعنا تاني وبنتصل ببعض وبنتصل، يبقى في تواصل بيننا وبين بعض. السؤال الاهم يا فندم، يا فندم، نفس ادوات المسيره اللي احنا طالعين بيها احنا مستلفينها من الاتحاد. طب كويس جدا جدا. طيب هل عندك انا مش بضحك ولا بقول كلام مثالي، لا صدقني انا مصدقك. الحاجات اللي احنا طالعين بيها واخدينها من عند الاتحاد، من المخزن بتاع الاتحاد. طب يعني عشان خاطر الموضوع، انا طبعا اكيد انا عارفه ان انت متابع كل حاجه عن هؤلاء الشهداء، ايه اخر تطورات القضيه؟ يعني هل في غير طبعا المقبوض عليهم والكلام اللي احنا عارفينه من وسائل الاعلام، بما اننا مش عايزين نصدق كل ما يقال في وسائل الاعلام المصريه، فيا ريت تلقي ضوء ولو بسيط عن اخر تطورات القضيه. اخر تطورات القضيه اللي استسلمها هو استمرار حبس اسره سمير اسكندر، وده يعني مزيدا من التعسف، لان في نفس الوقت وان كنا مش عارفين مين اللي قتل، لكن احنا عارفين كويس قوي مين اللي حرم، الشيخ محمد الفي والشيخ مصطفى العجلاتي، وموجودين قدام الناس وحضروا جلسه الصلح العرفيه، وبكره في لافته مخصوص مرفوعه ضد جلسات الصلح العرفيه بترفض الجلسات دي. دول معروفين وما زال لحد النهارده ما حدش قرب منهم ولا مسهم. لحد النهارده في الكاتدرائيه واللي حصل فيها يعني ما زال الناس معروفه بالاسم وما بيتقلدش عليه. يعني حتى الان هؤلاء المحرضين ما زالوا طلقاء واحرار، ومع الاسف المجني عليهم هم المقبوض عليهم. يعني اسره سمير اسكندر بالكامل تم تجديد الحبس ليها ونقلها لسجن وادي المحروس. كم واحد في الاسره دول يا استاذ رامي؟ اللي احنا نعرفه لحد دلوقتي الثلاث شباب والاب، هم دول اللي اتقبض عليهم اربعه. ثلاث شباب والاب. على اساس ان هم المحرضين على اللي حصل يعني؟ لا ده على اساس ان هم جناه، هم اللي قتلوا الشاب المسلم. وطب والشهداء نحن اللي اتقتلوا، فين القاتل بتاعهم؟ مفيش حد بيتكلم في الشك ده. مفيش حد بيتكلم في الشك ده خالص. عشان كده احنا طالعين بكره ويعني ورافعين لافتات بكده. حقيقي شيء مخزي 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 في القضاء المصري او في الشرطه او في اي مسؤول امني، ان اللي يكون المقتول هو المجني عليه، هو اللي دلوقتي اهله في السجن وولاده في السجن، والمحرض على اشعال هذه الفتنه هو دلوقتي اللي حر وطليق، واكيد ما زال بيبث سمومه في نفوس الناس اللي بتسمعه، وهو اللي بيعمل الجلسات العرفيه. طبعا ده مش شيء غريب يا رامي، لان احنا شفنا جلسات الصلح العرفيه دي للاسف شفناها من كل الشيوخ، هم اللي بيكونوا قاعدين وهم اللي بيتفاوضوا على الصلح وعلى الفديه وعلى الديه وعلى وعلى وعلى، وهم القتله الحقيقيين. والدليل في العامريه ان كان شريف الهواري الشيخ السلفي هو اللي قاعد في جلسه الصلح العرفيه في وسط مدير الامن، هو اللي بيشتري كمان بالظبط، في وسط يعني مدير يعني الامن وفي وسط الشرطه، وقاعد وهو اللي بيدي الشروط وازاي المهندس عباس خروني يرجع او ما يرجعش. وللاسف للاسف يعني ما فيش اي حاجه بترجع كما كانت، طول ما في جلسات الصلح او جلسات العار دي، انا بسميها جلسات عار لانها بتقضي على القانون، مش بتحقق العداله في المجتمع المصري عامه. يعني بشكرك جدا يا استاذ رامي، وباذن ربنا نداء لكل انسان شريف مصري، كل انسان مصري عنده كرامه يشترك بكره في هذه المسيره عشان يوصل الصوت ان مازال القاتل الجاني اللي قتل شهدائنا مازال حر طليق، واللي ملهوش يد في الجريمه ولاده مرميين في السجن، وهو الاب كمان
مرمي في السجن وتم تجديد الحبس ليهم. اظن دي اكبر مهزله يعني. اتفضل يا استاذ. اخيرا بس وهقفل. بكره مشارك معانا جبهه الدفاع عن استقلال الازهر، وجايين بكره المجموعه كلها بتاعتهم نازله بكره معانا في المسيره تضامنا مع الشهداء الخصوص والكاتدرائيه. انا عارفه ان في ناس مصريين كويسين جدا مسلمين وهيشتركوا معاكم، عارفه ان في ناس عندها ضمير بترفض هذا الظلم، عارفه ان في ناس تحب مصر هتحافظ على مصر وهتحط ايديها في ايديكم وهتقول لكم احنا فعلا ايد واحده ومش هنسمح بهذه المهازل انها تتكرر، ولابد لابد لابد من القبض على الجناه الحقيقيين وليس كبش الفدا ككل حاله. طبعا اشكرك جدا يا استاذ رامي، ونتواصل مع حضرتك باذن ربنا ونشوف اخر التطورات. شكرا. بشكرك جدا. استاذ ابرام لويس ده رئيس رابطه ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري. استاذ رامي سوري ابرام لويس. استاذ ابرام كان ليه في الفترة الأخيرة نشاط ملحوظ جدا في حالات رابطة ضحايا الاختطاف. هيكون معانا برضو دلوقتي على التليفون، لأن كان ليه لقاءات بوسائل إعلام عالمية دولية، 50 وسيلة إعلامية. يمكن أنا ركزت أكتر من حلقة على فايدة الإعلام، ويمكن بما اني في هذا المجال عارفه كويس جدا جدا تأثير الإعلام على الإنسان عامة وعلى قرارات الدول عامة. الإعلام ممكن يوصل الموضوع ويوصله للرأي العام بطريقة تجيب حق المظلوم، وممكن الإعلام يكون هو الوسيلة اللي بتضيع حق المظلوم. بالتالي التركيز على وسائل الإعلام وأهميته الجامدة جدا هي اللي خلت واحد زي الأستاذ إبرام لويس يوصل صوت البنات أو أهالي البنات اللي بيتم خطفها واللي بتختفي بيد إنسان، وبيساعدوا للأسف الشرطة بتساعد هؤلاء على كده. التواصل مع وسائل الإعلام دي هي اللي خلت الرابطة دي أو المجموعة دي توصل الصوت لكل العالم، بدليل أن وسائل الإعلام الأجنبية ابتدت تتواصل مع الأستاذ إبرام لويس وابتدت تركز وتكثف الضوء على خطف البنات القبطيات. وفي أكتر من وسيلة إعلامية أجنبية كان مذكور أن في بنات قبطيات، وخاصة القاصرات اللي دايما بركز عليهم. سوري. البنات دول بقت موجودة على وسائل الإعلام الأجنبية إن في مصر بيحصل كذا كذا. طبعا وسائل الإعلام ما بتجيبش الكلام ده من فراغ. وسائل الإعلام بيكون عندها مندوبين بيتواصلوا مع هذه الظاهرة اللي للأسف شوهت سمعة مصر كويس جدا، إن البنت بتبقى 13 14 سنة. إن في أسرة حتى لسه الأسبوع اللي فات بنتهم خرجت 16 سنة وحتى الآن ما يعرفوش أي شيء عنها، والغريبة إنها لما راحت الأزهر عشان تكشف عن شهادة ميلادها لقيتها ما زالت مسيحية، ما فيش حد باسم بنتها أسلم، لأني يمكن صوتي ما وصلهاش ويمكن ما تعرفش ان بيطلع لها شهادة ميلاد تانية بتسنين بسن جديد باسم جديد عشان يخلوها تسلم. فهي طبعا طول ما هي قاصر هتفضل تدور هتلاقيها مسيحية. ليه؟ لان هي ما تعرفش شهادة الميلاد بالتسنين اللي طلع لها، عشان كده هي مش لاقيها. هي في وجهة نظر الام ما زالت مختفية وما هيش عارفة طريقها فين، وفي وجهة نظر الأم والأسرة فاكرين إن بنتهم ما زالت مسيحية، لكن هي ما تعرفش إن في شهادة تسنين طلعت لها. هيكون معانا الأستاذ إبرام لويس يوضح لنا
آخر تطورات الرابطة اللي هو بيرأسها، ووسائل الإعلام اللي ركزت معاه عشان تسلط الضوء على هذه الظاهرة اللي للأسف عمالة تزداد يوم ورا يوم، اللي في منها حسب معلوماتي ان هو في مقال هينزل على الفيجرو يوم السبت بعد بكرة عن هذه الظاهرة في مصر. انا متخيلة اي بلد محترمة لما بيضيع منها طفل صغير، طفل، والحالات دي موجودة فيديو صوت وصورة على النت، بينزل رئيس الدولة بنفسه يدور على هذا الطفل. في فيديو وموجود ان طفل وقع في حفرة، طفل صغير وقع في حفرة، ما كانش حد قاعد في بيته من الوزراء ولا رئيس الدولة دي الا واقف فوق الحفرة لغاية ما ينقذوا الطفل. فما بال بقى بنت، واحنا عارفين البنت في مصر هي رمز للشرف، فما بال بقى ان بنت القاصر اللي القانون يحاكم عليها بالمؤبد، واذا تم الاعتداء عليها ممكن توصل للاعدام. كام حالة عندنا تم خطف بناتنا قاصرات، وبركز على كلمة قاصرات، والقانون مازال أعمى وأخرس وأطرش وبيتغاضى عن هؤلاء البنات، وبيتم التعتيم على هؤلاء البنات هم فين. والدليل، وبركز تاني، الدليل سارة وأغابي 14 سنة و16 سنة، والقانون ورجال القانون ووزير الداخلية يقول روحوا للشيخ فلان وهو يجيبها لكم. أظن مفيش أكتر من كده مهزلة، مفيش أكتر من كده وصمة عار، لما رجل القانون يقول للأهل البنت روحوا للشيخ برهامي والشيخ محمد حسان والشيخ مش عارفة مين ومين وهو يجيبها لكم. طب أنت وظيفتك إيه؟ يعني أنت قاعد على الكرسي عشان إيه؟ عشان الشيخ فلان والشيخ علان هو اللي يقوم بدور رجل القانون، زي ما حصل في كنيسة قطفيح ان الشيخ محمد حسان بقرار منه وبكلامه هو اللي اعاد بناء الكنيسة تاني، ورجال القانون والمشين واقفين والشيخ محمد حسان هو اللي بيتفاوض. هل ده ورسالة للدكتور اللي أتمنى أنه ما يزعلش مني اللي هيكون معانا بعد شوية، هل ده رسالة تخليني أشوف مستقبل مصر بنظرة تفاؤلية ولا تشاؤمية؟ لما القانون نقضي عليه وندمره ونقتله، يا ترى مستقبل مصر هيبقى إيه؟ هيبقى يبشر بالخير ولا يبشر بالضياع؟ هيكون مستقبل مصر بهذه الحدية هيكون شكلها ايه؟ استاذ ابرام ومعانا برضه. طيب استاذ رفلة ذكري برضو، استاذ رفلة للأسف تليفونه مقفول. طيب مع انهم معلش انا طبعا بعذر الناس لان هم وراهم اشغال كتير جدا وبيبقوا. استاذ رفلة ذكري حسب التواصل هو امين لجنة حقوق الانسان بنقابة محاميين الاقصر، ومحامي دميانة عبد السيد. دميانة عبد السيد اللي هي المفروض المتهمة بازدراء الاديان، المتهمة بانها ازدرت الدين الاسلامي، اللي المفروض تلات اربع اطفال هم اللي شهدوا عليها وهم اللي قالوا كلامهم متضارب، اللي دلوقتي النيابة بتاخد باقوال الاطفال اللي المفروض قانونا لما يكون في شهود اقوالهم متضاربة القضية تسقط، ومع ذلك مازال استمرار حبس دميانة، ومازالت حتى الان مقبوض عليها
وتتحول لمحكمة عاجلة عشان تحاكم. وواحد زي ابو اسلام اللي بالصوت وبالصورة وهو بنفسه اعترف وقال انا قلت كده، دميانة قالت انا ما قلتش وده ما حصلش، وان في بعض الشيوخ متضايقين منها عشان كده تبلوا عليها. لما هي تقول انا ما قلتش ويصدقوا شوية اطفال اهاليهم محرضاهم يقولوا ايه، دي تتحول لمحاكمة عاجلة، دي ما فيش فيها اي مشاكل. لكن اللي اعترف بنفسه وقال انا قلت، واللي اصدر الدين بدل مرة الف مرة، اللي متقدم فيه طلبات تحويل للنائب العام من مسلمين كتير مقدمين فيه رافعين عليه دعاوي ان هو فعلا رمز للفتنة في مصر، لم يحاكم ولم يقدم لمحكمة عاجلة، لم يقدم لمحكمة مستعجلة زي ما بيعملوا مع دميانة. وطبعا في زي دميانة كتير جدا اتعرضنا ليها في صرخة قلم، المدرس اللي اخد 6 سنين، الطفل الصغير اللي عمل شير على الفيسبوك لحاجة واتهم هو بيها، حاجات كتير جدا جدا بتوضح القانون في مصر ماشي مع ناس معينة ولا ماشي مع كل الناس، القانون بيسر على الكل ولا بيسر على ناس معينة فقط لا غير. أهم ما في حلقتنا النهاردة الدكتور اللي هيكون معانا دلوقتي ده أهم ما في الحلقة، لأن حقيقي في الحوار أتمنى الحوار هيكون معاه زي ما قلت في أول الحلقة هيكون ما فيهوش حدود وما فيهوش زعل. يمكن أنا طلبت منه إن احنا نركز على الشيوخ اللي المفروض، وهو رحب جدا بالفكرة، لأن احنا عايزين نوصل رسالة للإنسان المصري البسيط الغلبان، نقول له إيه؟ الإنسان اللي بيسمع واحد زي أبو إسلام، واحد زي عبد الله بدر، واحد زي خالد عبد الله، واحد زي وجدي غنيم، الأسامي كتير قوي. الإنسان المصري البسيط اللي بيسمع الشيوخ دول الرسالة بتوصله ايه؟ يمكن كان حواري مع الدكتور ان احنا اهم حاجة عايزين نركز عليها الانسان ومصلحة مصر، وهو متفق معايا جدا في الموضوع ده، مصلحة مصر. طب يا ترى الشيوخ دول وجودهم بالطريقة دي فعلا لصالح مصر ولا دول بيضروا مصر؟ وليه القانون واقف قدامهم محلك سر ما بيعملش معاهم اي حاجة؟ ليه القانون ما بيسريش عليهم؟ ليه القانون ما بياخدش موقف حازم مع الناس اللي ممكن بتدمر في مصر؟ هل رجال القانون موافقين على اللي بيحصل ده؟ هل رجال القانون اللي المفروض يكونوا هم رمز العدل بيعدلوا ولا لا يعدلوا؟ هل المفروض احنا كنا عايشين في زمن المسلمين اللي كانوا فيه ما كانوش مسلمين، والزمن ده اتغير والناس اللي موجودة دلوقتي هم المسلمين واللي قبل كده ما كانوش مسلمين؟ ليه كنا عايشين زمان بمحبة حلوة جدا ما بين المسلم والمسيحي؟ وايه اللي غير الحال؟ ايه اللي خلى دلوقتي بعض المسلمين، ما بقولش الكل، بعض المسلمين بيبصوا للمسيحي او بلفظهم النصارى على انهم كفار؟ ليه النظرة دي بقت عامة في مصر؟ ليه النظرة دي كترت قوي الايام دي؟ ليه النظرة دي هي اللي بقت غالبة؟ وخاصة على الفضائيات اللي بتحرض على الفتنة فعلا. الناس دي معانا دكتور جاك الاول. مش دكتور جاك عطا الله، استاذ جاك اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. انا كان ليا نقطتين عايز اتكلم فيهم مع حضرتك بخصوص حمل التمرد. اتفضل. دي اول نقطه ودي اهم حاجه. يا ريت كل اللي موجود بره يقدر يدخل على الانترنت وعلى صفحته مع فيسبوك، معروف انها facebook.com/تمرد، يقدر يدخل ويملى الاستماره ويوقعها. طبعا للي موجود في اوروبا وللي موجود في امريكا
ما يقعدش يكسل ويقول لك مش فاضي ما عنديش وقت، مش هتكلفه اكتر من 5 دقائق. اللي ما عندوش نت واللي ما عندوش كمبيوتر، خلي فيه شخص من كل ولاية او شخص من كل مدينة موجود فيها. انا قمت يعني حاليا بقوم بنفسي هنا في المنطقة اللي انا فيها، بطبع ورق من على الكمبيوتر وباخدها، اللي ما عندوش بخليه يملاها واجي اعمل لها سكان في البيت وانزلها له على الانترنت. يا ريت يا ريت يا ريت نساند اخواتنا اللي في مصر، مش اللي في مصر يطلعوا احسن مننا احنا اللي بره، وهم يقوموا بحركه عمرها ما قامت قبل كده. بصراحه اول تصرف من ساعه ما حكم الاخوان اقدر اقول انه ده خطوه للامام، هي حركه تمرد. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الكل يهتم، اللي في امريكا واللي في اوروبا واللي في استراليا. استاذ جاك، هل حضرتك ليك تواصل مع اعضاء حركه تمرد؟ لا ماليش تواصل. يعني دي نوع من الخدمه حضرتك بتقوم بيها، ان انت بتشجع الناس؟ انا الحاجه اللي في صالح البلد واقدر اعملها، لو في ايدي بعملها. زي ساعه الانتخابات لما قدرت ان اروح انتخب هنتخب، حتى وانا موجود بره في ناس كتيره بره للاسف بتكسب. اتمنى يا استاذ جاك، اتمنى يكون حضرتك ليك اكتر من شخصيه حتى ولو بالتليفون تشجعهم انهم يقوموا بنفس الدور اللي حضرتك بتقوم بيه. هم فعلا اللي في مصر مش احسن مننا ومش اشجع مننا، بل بالعكس احنا المفروض نكون اشجع منهم، لان هم في وسط جب الاسود زي ما انا بسميهم، في وسط الثعالب والحيتان اللي المفروض تقضي عليهم، لكن هم اشجع مننا للاسف، هم احسن مننا، احنا قدامنا رمز الحريه ومش عارفين نستغل هذه الحريه. بشكرك جدا يا استاذ جاك، وحقيقي ربنا يعوضك على خدمتك. يا ريت كله يطلع استماره تمرد من على النت موجوده، لو كتبت في جوجل استماره تمرد هتطلع لكم، وتملوها وتبعتوها باي ميل او باي ايميل ليهم الطرق. هم كاتبين على الفيسبوك، انا فتحتها امبارح، مكتوب ازاي ان انت تقدر تتواصل معهم، ازاي تقدر تبعت لهم هذه الاستماره بالنت. بشكرك جدا يا استاذ جاك، وفعلا رساله مهمه من حضرتك. معانا دكتور اسامه القوسي، طبيب باحث داعيه اسلامي. دكتور اسامه، اولا بحيي حضرتك وبقول لك مساء الخير. اهلا، مساء النور عليكم وعلى كل مشاهديكم، ويعني بشكركم على هذه المناسبه الطيبه ان انا اكون مستضاف على قناتكم الجميله. تفضلي حضرتك. بشكرك جدا جدا، احنا اتفقنا ان احنا حوارنا النهارده مش هيكون فيه اي زعل ومش هيكون فيه اي حدود نقف عندها، لان هدفنا زي ما اتفقنا مصلحة مصر أولا وأخيرا. حضرتك بتحب مصر بطريقتك وأنا بحب مصر بطريقتي، عايزين هذه الطرق تلتقي ويكون فيها صالح مصر، صالح الشعب المصري أولا وأخيرا. بننحي أي شيء على جنب وبنركز على أننا بنوصل رسالة للشعب المصري البسيط الغلبان اللي بيقدر يصدق كل شيء بفطرته. عايزين نوصل له رسالة نقول له إيه؟ أولا سعيدة أولا بوجود حضرتك معايا، ثانيا حضرتك بتعترف بالشيخ مرسي رئيس؟ هو طبعا أنا مسرور بكلمة الشيخ مرسي. طب اسمح لي أقول لحضرتك الأول أنا ليه بقول عليه الشيخ مرسي؟ معلش أنا آسفة المقاطعة، أنا آسفة جدا المقاطعة. أنا بقول عليه الشيخ مرسي لاني انا شفته شيخ بيأم المسلمين في احد الصلاه في يوم جمعه، كان بيأم المسلمين. بالنسبه لي او بالنسبه للشعب المصري، مرسي هو رئيسه وليس امام جامع. عشان كده يوم ما شفته وهو بيأم المسلمين للصلاه حسيت ان هو نزل من على كرسي الرئاسه وطلع لكرسي الشيخ. عشان كده دايما بنزله من لفظ او من كلمه شيخ رئيس وبخليه شيخ، فانا اسفه للكلمه واسفه للمقاطعه، اتفضل. لا لا خالص خالص، انا بقى ايه هقول لك حاجه قد تستغربين منها. انت قلت ان هو نزل من كلمه رئيس لكلمه شيخ، انا بقول لك هو ما ركبش كرسي رئاسه اساسا. كويس قوي، متفقين.
يعني هو ايه اصلا يعني لو احنا كده، انا مؤمن تماما بانه ما بني على باطل فهو باطل. حلو. فمن اول استفتاء 19 مارس 2011 احنا ماشيين في سكه غلط، باطله باطله باطله. استفتاء 19 مارس ده احنا استفتينا على مواد معينه. صح. وهذه المواد المعينه بعدها صدر اعلان دستوري عن طريق المجلس العسكري لا صله له بالمواد التي استفتينا عليها. صح. وبالتالي احنا ما جبناش لا اعلان دستوري ولا كل ما ترتب على هذا الاعلان الدستوري الاول، انا بعتبره باطل لان الاعلان ده اساسا باطل لان الشعب لم يستفتى على هذا الاعلان. اذا كنت حضرتك شايفه بالوجهه دي اقول لحضرتك برضو وجهه نظري باني لا اعترف بمرسي رئيس، لانه اولا واخيرا انا شايفاه ان هو انسان هارب من السجن ووصل للكرسي بالتزوير بالضحك على الناس بشراء الاصوات باحتياجاتهم الماديه اللي هي السكر والزيت، زائد باللعب بلفظ الدين او بالضحك عليهم بالدين. اذا هو من كل الجوانب ضحك على الناس، عشان كده ما بحسش بيه ان هو رئيس منتخب. واللي يقول ان هو رئيس منتخب رئيس مدني زي ما بيتشدقوا بهذا اللفظ ان هو رئيس مدني منتخب يبقى بيضحك على الناس زي مرسي بالظبط ما ضحك على الناس. زي ما مين؟ زي ما الشيخ مرسي ضحك على الناس. يعني هو يعني في النهايه احنا متفقين على النتيجه وان اختلفنا في الوسائل اللي وصلتنا، يعني كل انت حضرتك شايف الباطل من ناحيه وانا شايف الباطل من ناحيه، لكن في النهايه انا لا اعترف يعني بالدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. هو يعني الرئيس المرشح من قبل، يعني خليني اقولها بكل صراحه، هي عصابه الاخوان المسلم. طب حضرتك مش يعني برضه احنا اتفقنا ان مش هيكون في حدود في الكلام، حضرتك مش شايف كداعيه اسلامي ان ده الناس هتاخده من حضرتك ان ده يعني بيختلف مع انك مسلم وانك انت المفروض تؤيد الشيخ مرسي والمفروض ان انت تسنده والمفروض ان انت ما تقولش عليه اي حاجة تمسه لانه مسلم زيك؟ طيب انا اقول لك حاجة كويسة قوي. اتفضل. اولا انا مسلم ولست اسلاميا. كويس. طب ممكن نعرف يعني للناس نعرف السادة المشاهدين الفرق ما بين المسلم والاسلامي؟ واسلامي تمام كده. المسلم هو الانسان الذي يدين بدين الاسلام. كويس. والاسلام ده دين، ربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فانا مؤمن ان الاسلام ده دين وهو دين يعني ملايين الناس في انحاء المعموره. فده الاسلام، اما كلمه اسلامي دي انا بعتبرها خلط الاسلام اللي هو دين بشيء يعني الاسلام اللي هو دين مقدس بنخلطه بشيء مدنس اللي هو السياسه. سياسه. يعني قصد حضرتك المتأسلمين. بالظبط كده. اللي الناس بتسمع لفظ متأسلمين دول اللي هم خلطوا الاسلام بالسياسه. بالظبط كده، يبقى انا ايه مش مؤمن بكلمه اسلامي لانها في النهايه متأسلم، هو مدعي لانه عنده مشروع مسميه هو المشروع الاسلامي. ما فيش حاجه عندنا في الاسلام على فكره اسمها المشروع الاسلامي، ولا دوله الخلافه ولا في حاجه اسمها الاسلام دين ودوله اساسا. طيب دي معلومه اعتقد الساده المشاهدين كانوا محتاجين انهم يسمعوها، ما فيش دوله خلافه، ما فيش دوله اسلاميه، كل ده مش موجود دلوقتي مش كده؟ مش موجود دلوقتي ومش موجود اساسا في القران وفي السنه، يعني ما فيش حاجه اسمها دوله اسلاميه ودوله مسيحيه، في حاجه اسمها دوله عادله ودوله ظالمه. مهما كان دين هذه الدوله. بالظبط كده، واحنا عندنا في عندنا راجل من المفكرين المشهورين قوي في تاريخ الاسلام اسمه ابن تيميه رحمه الله. هذا راجل مفترى عليه، يعني دايما الناس بتتهمه بالتشدد، الراجل ده لو كان عايش كان اول المتبرئين من الاخوان المسلمين. فالراجل ده ليه كلمه جميله قوي بيقول فيها
إن الله يؤيد الدولة العادلة وإن كانت غير مسلمة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وهم عارفين الكلام ده وللأسف مطنشين عنه. لا هم خلاص بقى في فكرة ركوب الكراسي والسياسة، أنساهم الشيطان ذكر الله وأنساهم الشيطان كل حاجة. حتى أنا سمعت حلقة للدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي الكبير أول امبارح بالليل، كان بيقول فيها إن في حاجة اسمها متلازمة الغطرسة، متلازمة السلطة والسيطرة. قال دي بتحصل للبني آدم العادي في 10 سنين، للأسف الإخوان المسلمين في شهور أصابتهم هذه المتلازمة اللي هي متلازمة السلطة والغطرسة، متلازمة الشعور بالعلو والكبر على بقية خلق الله سبحانه وتعالى. طب دكتور أسامة، بعد إذن حضرتك ندخل بقى شوية في الأسئلة اللي مش هتزعل إن شاء الله. ولا هو ما فيش زعل أساساً، الزعل مرفوع. طيب المفروض إن إحنا كنا عايشين في مجتمع زمان، أنا عن نفسي ويمكن قلت الكلام ده أكتر من مرة، يمكن متربية في الشقة اللي جنبنا، الشقة اللي جنبي كانت مسلمة ومتربية فيها، عمري ما حسيت، وده طبعا في ناس كتير جدا زي حالاتي يعني، عمري ما حسيت ان طنط اللي جنبنا دي بتعاملي على اني كفرة او ان انا نصرانية زي ما اللفظ ده، مع ان اللفظ ده غلط، عمري ما حسيت منها بتفرقة ما بيني وما بين ولادها. ايه اللي جرى في المجتمع المصري دلوقتي ان الام او الاب، وسامحني هقول انهم غالبا بيبقوا شيوخ، غالبا بيبقوا برضو ما تزعلش بدقن او محجبة او منقبة، بتقول له ما تلعبش مع مينا ولا جرجس ولا 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 لحسن ده كافر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى النظرة دي بقت عند الناس تبص للمسيحي انه بقى كافر؟ اشمعنى ظهرت على السطح دلوقتي حتة ان المسيحي بقى كافر؟ هو كان قبل كده دول مسلمين مش مسلمين، واللي موجودين دول دلوقتي مسلمين، ولا اللي كانوا قبل كده دول مش مسيحيين ودلوقتي بقوا مسيحيين؟ ايه اللي خلى الحكايه اتغيرت؟ انا بروح يعني انت عارفه ان انا بجمع ما بين الطب والمشيخه بالظبط، انا عشان كده قلت في الاول الطبيب والباحث والداعيه الاسلامي كمان كده. فانا كطبيب بحب اشخص الاول قبل ما نوصف للعلاج، يعني احنا في مقام التشخيص. الحاجات الغريبه دي دخلت علينا منين؟ الحاجات الغريبه دي عبارة عن أفكار تشبه الخلايا السرطانية بالظبط. الخلايا السرطانية بتبقى خلايا من نفس جسم الإنسان، بس بتنقلب ضده، بتنقلب عليه وتتضخم وبتتكاثر بسرعة، وبتحاول إن هي تستقر في أماكن معينة وتزيد في العدد وفي الحجم، وما بتأديش وظيفتها الأساسية، وبالعكس بتتغذى على جسم الإنسان على حساب الوظائف الأصلية. فاحنا عندنا دلوقتي افكار غريبه على المجتمع المصري، الافكار دي طبعا سببها من سنه 1928 كان في شاب صغير عنده 22 سنه في هذا في ذلك التوقيت. الشاب ده اسمه حسن احمد البنة. عبد الرحمن البنا، بالظبط كده. الشاب ده مواليد 1906، في سنه 1928 قال ان الخلافه اللي سقطت في اسطنبول سنه 1924 لازم تعود تاني. فلازم تعود تاني ازاي؟ هنعمل حاجة اسمها الفرد المسلم، وبعدين الأسرة المسلمة، وبعدين الجماعة المسلمة، وبعدين المجتمع المسلم. هو الشخص ده كان أصوله يهودية يا دكتور؟ نعم؟ الشخص ده اللي هو حسن البنا أصوله يهودية؟ والله ده كلام بنسمعه، يعني الكلام ده كتبه الأديب الكبير عباس العقاد. انه فعلا وقال ان هم جايين من المغرب. أيوة. او ان الساعاتيه في المغرب كانوا يهود يعني. فوالد الشيخ حسن البنا اسمه احمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، وكان فعلا ساعاتي. فاحنا انا حقيقه لا يعنيني اصل نسب الانسان، هو كان اصله يهودي او كان اصله مسيحي او كان اصله مسلم، يعنيني افكاره ويعنيني سلوكه، هذا هو الذي يعنيني في نهايه المطاف. هو مجرد استزاده بمعلومه بس مش اكتر. تمام، الكلام ده كتبه الاديب الكبير عباس محمود العقاد، وكتبه في يعني في الخمسينيات
لما كانت الاخوان يعني بتعمل مشاكل مع عبد الناصر عشان صراع السلطه يعني. فاحنا على كل حال ايا كان يعني انا دايما بقول ايه، انا مثلا اسمي اسامه عبد اللطيف محمود كذا كذا، هتلاقي في النهايه جدي الكبير قوي مثلا اسمه جرجس او بطرس، وبعد كده هتلاقي امون وراع. صح. تمام. واحد تاني يقول لك لا 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 انا جاي من الجزيره العربيه. فنقول له طيب ماشي، يعني انت مش مصري الاصل يعني مش قبطي؟ يقول لا انا مش قبطي، انا جاي من الجزيره العربيه. فنقول له طيب انت اسمك محمد عبد الرحمن علي اسماعيل، وفي النهايه هتبقى انت ايه عبد اللات وعبد العزه. يعني جزيره العرب كانوا وثنيين، لا احنا هنا كانوا اقباط مسيحيين احسن يعني. صح. حضرتك دخلتنا في مواضيع حلوه جدا بس مش هينفع نتكلم فيها. طيب يعني ده دلوقتي بس فهي في النهايه انا ما يهمنيش ده من الانسان، احنا كلنا في النهايه ابونا ادم وامنا حواء. لكن للاسف في ناس ما بتبصش لكده. ده مش فاهمين اصول الانسانيه حتى. طيب يعني احنا لازم نتصرف معاهم ازاي الناس دي؟ بصي بقى الله يخلينا، يبقى احنا كده دخلنا في لب الموضوع. في مرض في المجتمع المصري، المرض ده عباره عن نشر ثقافه الكراهيه. حلو. تمام كده، احنا مفروض نقول احنا كمصريين عمرنا 7000 سنه او زياده، عندنا مجموعه من الهويات والانتماءات. هذه الهويات والانتماءات لا يتعارض بعضها مع بعض باختصار يعني. ازاي؟ أنا مصري صح كده؟ وحضرتك مصرية. والأرض اللي إحنا عايشين عليها دي اسمها مصر. يبقى انتمائنا الأساسي هو للأرض والوطن والشعب والحضارة. صح كده؟ طب ده في ناس هتهاجمك جدا يا دكتور على الكلمة دي. ماشي، لا خلاص خليهم هم يهاجموني زي ما هم عايزين، إحنا دلوقتي راكبين في السفينة، السفينة اللي راكبينها دي اسمها إيه؟ مصر. اسمها مصر. اللي مش مؤمن بهذا الانتماء يروح يشوف له سفينة تاني، باختصار كده. طب نشر ثقافة الكراهية اللي حضرتك بتقولها دلوقتي دي، مين اللي لصالح مين؟ ما هي الفكرة زي ما قلت لك، الشاب الصغير ده هو البداية، وبعد كده كل الثقافات اللي هي ثقافات الكراهية خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين. طب يعني لصالح مين؟ لصالح مين يا دكتور؟ لصالح مين الكراهية دي؟ أقول لك بقى لصالح مين؟ يعني في النهاية هي لصالح الشيطان. يعني العدو الكبير قوي إبليس. يعني اللي بيتبع هذا الفكر بيتبع الفكر الشيطاني. طبعا، لان ربنا انتم عندكم في المسيحيه كلمه مشهوره الله محبه، صح كده؟ صح. تمام، واحنا عندنا في الاسلام الرحمن الرحيم، يبقى الرحمه والموده، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمه والموده والبر والقسط والحب كمان. لكن يبقى احنا اي حاجه تربطنا بربنا اسمها رحمه ومحبه وموده، واي حاجه تودينا في سكه الشيطان اللي هي الكراهيه والبغضاء والعداوه دي سكه الشيطان. يبقى احنا في النهايه ثقافه الكراهيه دي مش ممكن تكون من عند ربنا، لا اسلام ولا مسيحيه ولا يهوديه. بالرغم ان هم بالرغم ان اللي بيسلك هذا الطريق اللي هو بيحض على الكراهيه والعداوه بين الناس، هو بيؤمن ان هو بيعمل كده بدافع من ربنا وان ربنا امره بكده. هو ده بقى، دي بقى الخدعه الشيطانيه. يعني فاكره انت ابليس لما حد يتخرج ابونا ادم وامنا حواء من الجنه؟ طبعا. قال لهم دي شجره الخلد، قال لهم دي الشجره اللي ياكل منها يبقى ملاك ويعيش على طول يوصل لكرسي الله. بالظبط كده. يبقى هي دي خدعه شيطانيه من اول الخليقه لغايه النهارده. احنا ما يعنيناش الدعاوى والشعارات، يعنينا في النهايه السلوك والاخلاق. طب ندخل النقطه نحاربهم ازاي؟ نعم، عشان عندنا حوار طويل جدا. ندخل للنقطه نحاربهم ازاي اللي ماشيين في سكه الشيطان دول، نقف ضدهم ازاي؟ هقول لك عشان معلش، هم دول اعداء انفسهم اولا. وبالتالي اللي عملوه في نفسهم في السنتين اللي فاتوا دول المرحله الانتقاليه، والله ما هنعرف نعمل فيهم زي ما هم عملوا في نفسهم. صح. على فكره شيوخ الازهر نفسهم قالوا الكلام ده، وده صحيح. هو ربنا حتى في القران عندنا في ايه بتقول يخربون بيوتهم بايديهم. هو فعلا بيهد بيته بنفسه، يعني هو طول عمره كان عايش في دور الضحيه وان هو مضطهد ومعتقل، دلوقتي هو اللي راكب على الكرسي، مش كده؟
صح تمام. يبقى هو اللي بيعمله دلوقتي بيدين نفسه بنفسه، وانا ابشرك ان رصيدهم في الشارع المصري عمال ينقص ويقل كل يوم. صح صح، في الاحصائيه احنا كسبانين على المدى القريب والبعيد. بس للاسف معلش سامحني هقول تشبيه مش حلو لكن سامحني عليه، الكلب لما بيمسك عظمه ما تعرفش تاخدها منه. لا لا لا، انا اقول لك ما انا هضحك عليه. يعني ايه دلوقتي؟ ايه عشان هو دي عظمه، ف زي ما بيقولوا في حاجه اسمها الطمع يقل ما جمع. صح. والكلب ده لما هيشوف عظمه اكبر منها او حته لحمه هيروح رامي العظمه دي ورايح، وهيفاجئ بان حته اللحمه اللي دخلها دي مسمومه وهيموت في نهايه المطاف. طيب فانت خدي بالك، الناس دول مش واقفين عند حد معين. ماشي، انا معاكي في التشبيه اللي انت قلتيه، ان هم شايفين طبعا مصر الحمد لله لا هي عظمه ولا الكلام ده كله، يعني ده هو ده مجرد تشبيه. انا عارف طبعا، انا مش قصدي مصر، انا قصدي الكرسي. تمام، وهم مش عارفين، وحتى الكرسي ده في النهايه زي ما بيقولوا كده، لو دام لغيرك ما وصل اليك. بالظبط. طيب دكتور، يبقى احنا ايه، الاخوان راحلون ان عاجبا او اجلا، بس المده بقى طويله ولا قصيره تتوقف علينا احنا. لسه كنت هقول لحضرتك، المده اللي هم في 10 شهور قدروا يحطموا نظره الناس ليهم بايديهم زي ما حضرتك قلت، لكن يا ترى المده لو طالت ايه اللي هيحصل في الشعب المصري نفسه؟ لكن هننقل على نقطه ثانيه. مش هتطول، انا بشارك انها مش هتطول. يا رب يا رب يكون النهارده قبل بكره، لان فعلا الشعب المصري تعبان جدا جدا ومش قادر يستحمل اكتر من كده، وفي شهداء وفي دم بيسيل وفي عداء بيزداد وبيزيد بين الناس. لكن المهم انا التاريخ طبعا بيقول كده، التاريخ بيقول كده، بيقول يعني عندنا حكمه تاريخيه صحيحه، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فالناس دي مستعجله قوي على انها تهيمن على كل شيء، وده هيكون هو السبب الاساسي في نهايتهم باذن الله. انا طبعا هستغل وجود حضرتك دلوقتي بما انك داعيه اسلامي، فهتطرق لنقط يمكن مش بلاقي حد نتكلم فيها زي ما وجود حضرتك معنا دلوقتي. بناء الكنائس والكنائس المغلقه، يعني سواء كنائس جديده او كنائس مقفوله، حفاظا على مشاعر اخواتنا المسلمين. وبرضو انا بعتذر على اي حاجه، واتمنى انك ما تزعلش من كلامي زي ما اتفقنا. بناء الكنائس في وجهه النظر الاسلاميه، البعض بيقول، واحنا عارفين طبعا الوثيقه العمريه، ممنوع بناء كنائس للبلدان كذا كذا كذا، انا حافظه الكلام ده كله. لكن دلوقتي صعب جدا جدا، وخصوصا في عهد الشيخ مرسي، لان السلفيين واقفين له بالمرصاد. السلفيين طبعا احنا عارفين انهم متشددين اكتر من الاخوان، واقفين له بالمرصاد ان ممنوع بناء اي كنيسه تانية، ودي اتقالت علني على كل وسائل الاعلام. بالتالي حضرتك شايف ان الشيخ مرسي بالطريقه دي هو بيخسر اكتر واكتر عداء. طبعا احنا ما بنعاديش لحد، لكن على الاقل بيبقى في خط فاصل بيننا وبينه، انه لما يبقى عارف ان في قرى او قرية مثلا في وسط مجموعة قرى كتير الناس اللي فيها مش لاقية مكان تصلي فيه، او مش لاقية مكان تصلي على موتاهم، لان احنا بنصلي على الميت في الكنيسة، مش لاقية مكان تصلي على موتاهم اللي هو كنيسة يعني او افراحهم، وبالتالي هو بيخسر او بيزداد الفجوة بيننا وبينه بعدم بناء الكنائس او التصاريح، وخصوصا انها بقت في ايده دلوقتي. ايه راي حضرتك؟ طيب احنا زمان كنا حسن ومرقص وكوهين. كوهين طفش. وفضل حسن ومرقص وكوهين ومرقص. كوهين طفش، يعني فاضل حسن ومرقص. مرقص هيمشي. ومرقص بيفكر يمشي، وده مش صح، وده مش صح، ومش هنخلي ده يحصل بحال من الاحوال، لان النسيج المصري الجميل اللي بيضرب بيه المثل في كل انحاء المعموره
النسيج اللي كان بيخلي الناس في ميدان التحرير، المسيحيين بيودوا المسلمين وبيحرسوهم وهم بيصلوا، ويفتحوا لهم كنيسه قصر الدباره علشان يتوضوا وعلشان يتعالجوا وعلشان يسعفوا الجرحى ويدركوا المصابين بالخرطوش وبالنار الحي بدون يعني السؤال عن الدين. ان هذا النسيج الجميل عمره ما هينتهي باذن الله تعالى. وبالتالي انا يعني دايما بكرر كلمه ان الظلم ربنا ما يرضاهوش، واكثر طائفتين مظلومتين في مصر هم اخواننا الاحباط المسيحيين والمراه المصريه. طيب ممكن نقف عند الحته دي بعد اذن حضرتك، لان في طبعا الساده المشاهدين اكيد ليهم تعليقات واكيد ليهم اسئله موجهه لحضرتك، تسمح لنا؟ ده يشرفني. ربنا يخليك استاذه فيفي او مدام فيفي، اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو مدام فيفي. اهلا، مساء الخير عليكم. اهلا وسهلا بك. ايوه انا معاكي يا مدام ناديه، انا سامعاكي حضرتك على الهواء. اتفضلي حضرتك، ليكي سؤال للدكتور اسامه مظبوط؟ هو مش سؤال، هي مداخله. اتفضلي. وانا عايزه اقول للشيخ اسامه، انت تحظى بكل حب واحترام الاقباط في مصر وبره مصر. انا هنا هو في نيوجيرسي، وانا من اول ما ابتديت اعرف ان في حد اسمه الشيخ اسامه القوسي بلاقي دروسه احيانا على النت، وانا بشكر ربنا على وجودك في مصر، وبشكر ربنا على العلم وعلى الثقافه وعلى سعه الصدر اللي موجوده، ويا ريت كل اخواتنا المسلمين يكونوا زيك. وكان عندي كده زي ما تقول حضرتك فكره صغيرة، زي ما كبرنا في مصر ولقينا شعار صغير كده بس موجود في كل حيطة وكل مبنى وكل محطة ترماي، الإسلام هو الحل، بنعمل شعار تاني صغير نكتب الله رحمن رحيم الله محبة وفوقيهم هلال وجواه صليب، وتبقى رسالة صامتة على كل حيطة على كل مكان، يعني علشان العيال الصغيرة دي تعرف ان احنا سوا مع بعض، لازم نبقى حلوين، ربنا امرنا ان احنا نحب بعض ونخاف على بعض. يعني حتى احنا هنا هو في امريكا لا بيهمنا دين ده ولا 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 طريق ده، يهمنا ان ده حلو مسالم زي ما بنقول كده في مصر، ريحه خفيف مؤدب، واللي بقى هو دول اللي بنخلي عيالنا يلعبوا معاهم ويجبروا معاهم وما يبقاش فيه العصبية والشدة والمرارة اللي بتتزرع بذرة صغيرة، وقانون الزرع والحصاد بيقول ان البذرة الصغيرة دي بكرة تكبر وتبقى شجرة كبيرة قوي. فنعمل يعني، دي كانت مجرد فكرة جات لي، فكرة صامتة يعني. وليك كل شكر، ليك كل تقدير، والمدام نادية والكل اللي عاملين بالقناة. مشكورك جدا جدا مدام فيفي على كلماتك الرقيقة. اتفضل يا دكتور حضرتك رد. والله طبعا هو مش سؤال، ده دي بديل كلام ومحبة، يعني هي بتعبر عن مشاعرها وعايزة الخير ينتشر. الخير مش هينتشر إلا بأهل الخير، دايما النور بيكون يعني بسيط في بدايته، زي ما الفجر كده بيطلع الصبح وبنشوف الشمس وهي بتطلع بالراحه وبتشق ظلمات الليل لغايه ما تطلع يعني واضحه. فاحنا دلوقتي امام تيارات ظلاميه غريبه على المجتمع المصري. المصريين 14 قرن عايشين مع بعض، مسلمين ومسيحيين ويهود، والاديان السماويه عمرها ما بتدعو لا للبغضاء ولا للعداوه اطلاقا. وانا هقول لك في جمله كده صغيره، لما السياسه دخلت في اليهوديه طلعت لنا حاجه اسمها الصهيونيه، ولما السياسه دخلت في المسيحيه طلعت لنا حاجه اسمها الصليبيه، ولما دخلت السياسه في الاسلام طلعت لنا حاجه اسمها تيارات الاسلام السياسي، وكل التيارات دي تيارات عنصرية، الصهيونية والصليبية والإسلام السياسي.
لا صلة لهم بالرسالات السماوية ولا بالأديان السماوية اللي هي كلها محبة وتسامح ورحمة. طب هي كانت بتقترح على حضرتك ان احنا على حوائط حتى اي جدران في مصر. انا طبعا كان نفسي او لسه باذن ربنا هناقش مع حضرتك حاجة خاصة جدا ومهمة جدا في وجهة نظري اللي هي التعليم. لكن هي بتقترح ان نحط على حوائط جدران اي حاجة في مصر كلمة الله محبة الرحمن الرحيم، اي عبارات تحد على محبة المصريين لبعض وليس الإسلام هو الحل أو مش عارفة إيه أو إيه، اللي هي بتعمل عنصرية أو طائفية أو بتفصل نسيج الشعب المصري. يعني لو حطينا العبارتين زي ما هي قالت الله محبة أو الرحمن الرحيم ونحط الصليب والقرآن ويبقى الشعار عام لكل المصريين، أكيد ده هيبث في نفوس الناس إن في نسيج واحد وليس اتنين، ان في مصريين مسيحي ومسلم الاتنين واحد. وبالتالي ده هيدي رسالة من وجهة نظري ان القانون يعم على الكل. انا اللي يهمني جدا جدا وبركز عليه ان القانون لو عم على الكل، مسيحي زي المسلم زي شيعي زي سلفي زي سني زي اي حد ارثوذكسي كاثوليكي، يبقى الكل سواسية، هو ده اللي هيخلي مصر تمشي بالسفينة للامام. لكن طول ما في عنصرية في مصر بالقانون لفئة معينة لطائفة معينة، عمر مصر ما هتمشي خطوة لأمام، بل بالعكس هتنحدر للخلف وهتقع في الهوية اللي احنا بنصلي من كل قلبنا ان ما نوصلش لليوم ده. حقيقة دكتور بأمانة التعليم في مصر خطر جدا جدا جدا، وهو دلوقتي اللي فعلا مش عايز اقولك قد ايه بيحطم الطفل من صغره، من اول كي جي 1، من اول ما بيدخل. دلوقتي بقت فيه نفوس للاسف نفوس سودا بتحض الطفل. ويمكن حضرتك اكيد شفت الفيديو بتاعت بنت وجدي العربي اللي 3 سنين اللي علموها انها تكره مين وما تكرهش مين، وعلموها احفاد القرده والخنازير بدل ما يعلموا الطفوله ويزرعوا في هذا البرعم الصغير ازاي يحب اللي حواليه. لا، ده علموها ازاي انها تكره مين وما تكرهش مين، تحب المسلم وتكره اليهودي والنصراني زي ما هي بيقولوها. التعليم في مصر انا شايفاه خطر جدا، وهو ده اللي هيقضي على مصر. ايه راي حضرتك؟ طيب انا طبعا اولا مبسوط بالكلمات التي سمعتها من المتصله الكريمه، وايضا من الكلمات التي عقبت بها الأستاذة نادية على كلماتها الرقيقة أيضا. أنا بس عايز أخلي المسألة أوسع مما هتكون مجرد أوراق بتعلق على الحائط، لأن إحنا طبعا يا مشبعنا من القسيس والشيخ بيبوسوا بعض قدام الكاميرات، صح، ويا مشبعنا من الله محبة في اللافتات. إحنا مش عايزين، إحنا عايزين سلوك عملي على أرض الواقع. وبالتالي يعني أنا من أصدقائي الأعزاء جدا الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وكل ما يروح حتة ياخدني معاه يقول لي أنا رايح بكرة مثلا مستشفى 57 357 هنحضر احتفالية بالمتطوعين بتوع المستشفى. طب نروح مع بعض أعدي دكتور أعدي عليك في أكثر ذلك. أنا آسفة جدا المقاطعة، بس لما بتكون في تليفونات من مصر بيعز علينا انهم يفضلوا على الخط. اتفضلي فسامحني على المقاطعة، سامحني جدا. خالص استاذ حسن شحاتة من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، واستاذن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. يا ستي انا حسن شحاتة من مصر، و اتفضل حضرتك. وعزيز جدا 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 بشخصية الدعاية الإسلامية الشيخ أسامة، الدكتور أسامة، لأن أنا أعرفه شخصيا وشخصيا جدا جدا ومن الناس المحترمة. وهو قال كلمة واحدة، هم يعني فتحوا قبرهم بإيديهم، هم فتحوا قبرهم بإيديهم، وهم مش هيسلموا. يعني النسبة كل مدى في اللي هي من 40 ل 30 ل 20 اللي ما فيش الثقه انعدمت مع منهم لنفسهم،
وتعدمت في نفسيهم وتعدمت تقديم في رئيس. مفيش رئيس جمهورية، ده مش رئيس جمهورية، ده مش رئيس جمهورية، ده كبيره كبيره كبيره، يعني إذا عطفوا عليه أكتر يقولوا امسك نادي، وما يقدرش يمسك نادي زي النادي الأهلي أو يمسك نادي زي نادي الزمالك أو يمسك أي، ممكن يروح يمسك نادي الترومائي بتاع زمان بتاع اسكندرية ده أو هليوبلس أو 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 لآخره. إنما إنما كراجل يبقى رئيس جمهورية ده دي داهية من الدواهي. وهقول لك إيه، هقول لك للأسف للأسف يمكن أنا مثلا والدكتور أسامة والناس المحترمة ادينا له صوتنا للأسف 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 للأسف، بس مش هيشوفه تاني. يعني هو نفسه بيعمل كل ده لانه مش هيشوف حاجه. وزي ما انا قلت لحضرتك، هم بدري بدري فتحوا القبور بايديهم. استاذ حسن، انا سعيده جدا بمداخله حضرتك وبرايك، ان انت من ضمن الناس اللي اعطيته صوتهم واللي بتتراجع دلوقتي وبتندم على انك اديته صوته. طبعا انا بندم، مش بندم يا ستي، انا مش بندم اولا على تعيد ان سمحت صوت اخويا. انا اول ما دخلت وسمحت صوت اخويا الدكتور اسامه ده، لان ده شخصيه محترمه جدا وشخصيه مسلمه بحق بتحب. اولا هقول لحضرتك حاجه، انا والله البيت اللي انا فيه فيه خمسه مسيحيين، ابو سمير وفادي ونور، ويعني خمس عائلات مسيحيين عايشين مع بعضينا بقالنا اكتر من 30 سنه. عمرك شفت حاجة من اخواتك المسيحيين ضايقتك؟ لا 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 لا، أنا طب أنا هقول لك حاجة، أنا في أول مولود ديا كان في دكتور مسيحي عندي، الحكاية دي مش هنساها. إن الدكتور ده هو اللي ولد مراتي وما سابنيش، ما سابنيش غير تاني يوم السبت الساعة 5 من الساعة 2 الظهر للساعة 5 الصبح. بالرغم إن في دلوقتي أصوات بتطالب الستات المسلمات ان مفيش حد ابدا دكتور مسيحي يولدها، وده كمان اللي خلى فيه زياده فجوه، ان دلوقتي حتى كليات الطب يا دكتور اسامه، كليات الطب بقت تحارب ان في يكون في تخصص مسيحي لامراض النساء، او سوري يعني تخصص امراض النساء يكون دكتورها مسيحي، دلوقتي بيحاربوه بشده جدا عشان خاطر ما يولدش الستات المسلمات، مش كده يا استاذ حسن؟ والله بص انا عايز اقول لك حاجه، اولا كل ده غباء فكري وغباء اجتماعي وعدم اسكان الراجل وزير التربيه والتعليم، الراجل اللي بيقول انا وزير التربيه والتعليم بيقول لك انا عايز الغي الشهاده الابتدائيه. يا عم روح اقعد على قهوه، اجري اقعد على كافتيريا، اجري على النيل، اجري ما تطرحش، ايش ودوره ايش ودوره احسن حاجه. بشكرك جدا يا استاذ حسن، واتمنى دايما تكون حضرتك من مشاهدي برنامج صرخه قلم وتتابع معنا الحلقات دايما، ونكون سعداء بمداخلتك في كل حلقه. معنا مدام رتيبه. الدكتور اسامه حضرتك سامع المشاركات مش كده؟ ايوه دكتور اسامه حضرتك معايا مش كده؟ ايوه انا دلوقتي سمعتك. طيب طبعا حضرتك سمعت استاذ حسن شحاته اللي بيعرفك شخصيا، لكن ناخد بقيه المداخلات بعد اذن حضرتك عشان ما نسيبهمش على التليفون. اتفضلي حضرتك. طيب مدام رتيبه او الاستاذه رتيبه، اهلا وسهلا بيكي. ايوه اهلا اهلا، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي. انا اهلا بيكي، انا بحيي الدكتور اسامه كتير خالص خالص خالص، واتمنى كل الشيوخ يكون الدكتور اسامه. فعلا اهلا بيك، احنا اتربينا مع بعض، انا اساسا من الاقصر يعني، بس عايشه هنا في امريكا في اريزونا. اتربينا مع بعض كلنا اخوات مسيحيين ومسلمين، بيت واحد، الفرح واحد، ولو حد حصل له حاجه يبقى الكل يشارك في المدرسه مع بعض، يا خالتي يا عمي يا بابا، كلنا واحد كده. ما اعرفش ايه اللي بيحصل الايام دي. بتمنى ان يكون دكتور اسامه واللي زيه كتير ينتشروا في كل ارجاء مصر عشان يعم السلام في مصر ما بين الاخوات المسيحيين والمسلمين. انا بتمنى الكل يكون الدكتور اسامه، وانا بحبه خالص، بحب البرامج بتاعته، دايما بحب يعني اشوف البرامج بتاعته. اشكرك جدا يا مدام رتيبه، واتمنى نسمع صوت حضرتك دايما في برنامج صرخة قلم. استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم. ايوه مساء الخير يا استاذه ناديه. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك على الهواء. انا عايز اقول للدكتور اسامه، هو ده راجل محترم، واحنا بنشوف لك حاجات على النت كتيره،
وجميلة ولطيفة جدا، وفيها من الأدب والأخلاق اللي ممكن بيستفاد منها أي حد بيسمعها. بس يعني كان لها تعليق مع حضرتك، وبرضو الشيخ الطيب إنسان محترم وكويس وليه قبول عند المسيحيين يعني. بس بقول لسيادتك يعني إيه رأيك في الناس اللي بتسمم الفكر زي السيد أبو إسلام ووجد غنام والناس دي؟ يعني دولكم إيه من ناحيتهم؟ لأن دول أنتوا بتبنوا وهم بيهدموا يعني. شكرا يا أستاذ إبراهيم. هو هيجاوب على حضرتك على أسئلة، بس أنا باخد المداخلات الأول. أنا آسفة يا دكتور أسامة عشان خاطر بس ما نسيبش. لا لا، أنا اعتبريني صاحب بيت. طيب أنا بشكرك جدا. اعتبريني صاحب بيت، أنا ولا كأني من ضمن الفريق بتاعك. ربنا يخليك يا رب وما يحرمناش من صوتك. ربنا يبارك فيك يا رب. وحقيقي الناس فرحانة بوجود حضرتك معنا في الحلقة، فعشان كده المداخلات، فهنسمع أصوات الناس اللي بتتكلم. وانا سعيد بمداخلتهم. ربنا يخليك استاذ جاك، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. انا بس عندي سؤالين للدكتور اسامه. الاول تحيه تقدير واحترام كبيره للدكتور اسامه. انا اعرف هذه الشخصيه واعرف مدى استناره كل اراءه وكل فكره زي الفل، وليه مريدين ومحبين كبار كتار 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 في مصر، وان كان بيهاجموه السلفيين جامد والمتاسلمين جايين عليه جامد جامد، لكن ليه محبة في قلوب مصريين كتيرة سواء جوه مصر وبره مصر. سؤالين للدكتور أسامة. تفضل. السؤال الأول، حكم الشرع في اللي قتل جنودنا اللي في رفح إيه يا دكتور أسامة؟ ولو كان كلنا دلوقتي في أدلة بتقول إن الدكتور محمد مرسي إيديه متعصى دم بدم شهدائنا في رفح، حكم الشرع فيه إيه؟ هو وأعضاء جماعته وكمان حركة حماس. السؤال الثاني، حكم الشرع بالضبط، وان كان اهل الشهداء مش هيقبلوا الدية، يا ترى هيتطبق عليه حد القتل؟ السؤال التاني للدكتور اسامه، يا ترى مضيت استمارة التمرد يا دكتور اسامه ولا لا؟ لو ما كانش عندك من امريكا كنت هسألها له صدقني. يعني حضرتك في حتة. بشكرك يا أستاذ جاك، عشان معنا تليفونات تانية، وطبعا هخلي الدكتور أسامة يجاوبنا على الأسئلة دي. بنت المسيح أهلا وسهلا بيكي. الو، مساء الخير. مساء النور. معاكي بنت المسيح. و ميرسي. وكنت عايزه ارحب جدا 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 بالدكتور اسامه، شخصيه ممتازه واكثر من ممتازه، ربنا يعني يعوضك ويخليك ويكتر من امثال حضرتك جدا جدا في مصر. وليا يعني اقتراح صغير جدا، معرفش حضرتك رايك فيه ايه. اذا كان بيت الله هو الجامع وهو الكنيسة، فليه مثلا ما نحطش على كل بيوت ربنا بيت الله ادخلوها أمنين، ادخلوها أمنين. انت داخل تصلي لله الواحد الأحد، وإحنا بنركع وبنصلي برضو لله الواحد الأحد. نخلي أطفالنا يشوفوا السماحة اللي فيها الدينين الاثنين، مهما قالوا الناس التانية السلفيين أو الإخوان المتأسلمين مش المسلمين، لأن الإسلام منهم براء. دول بيتخفوا وراء مثلا الإسلام السياسي. أنا ماليش إن أنا أتكلم دي، لكن أنا بقول لحضرتك إيه رأيك في الفكرة دي. بشكرك يا بنت المسيح على الأسئلة. هو طبعا ادخلوها بسلام آمنين، أو ده يعني يتكتب على الجامع. طب ايه رأي دكتور أسامة لو كتبنا على الجامع الله محبة؟ هل ده يتعارض مع الإسلام؟ طبعا معروف ان الله هو المحبة، ولولا الحب ما بين الناس اللي هو نابع من ربنا لينا ما كانش الناس عاشت مع بعض، كانت قتلت بعض. فهل ده ينفع ويتقبل ان احنا نحط على الجامع كلمة الله محبة او عبارة الله محبة؟ طبعا دكتور أسامة حضرتك عندك أسئلة كتير، فنبدأ بسؤال. ايه رأي حضرتك في تسمم الفكر من الشيوخ؟ وده طبعا احنا متفقين ان احنا هنتطرق، يعني انا مع حضرتك امبارح قلنا لازم نتطرق للشيوخ اللي بتبص السموم وبتوصلها للإنسان المصري الغلبان وتأثير هذه السموم على الإنسان ده. فهو جالنا سؤال اهو من المشاهدين، ايه رأي حضرتك في التسمم الفكري من الشيوخ زي ابو اسلام
وزي وجدي غنيم وزي الشيوخ اللي بتسم افكار الناس. طيب احنا عموما بنرفض كلمة الاسلام السياسي زي ما احنا قلنا الاول. ايوه. اللي تحت الشارة دي اطياف واشكال وانواع فيهم المتعصب قوي والمتشدد قوي والعنصري قوي، وفيهم اللي هو اقل عنصرية واقل تشددا واقل يعني حدة بالظبط. تمام. لكن كلهم بيجمعهم الخلط ما بين الدين والسياسة. فاحنا لازم نكون واضحين ان كل من يسلك طريق ما يسمى بالاسلام السياسي هو في الحقيقة انسان عنده شيء من التعصب او التشدد او الحدة، لكن بدرجات متفاوتة. صح. فاحنا في النهاية كل انسان مسؤول عن تصرفاته، يعني ما نقدرش ان احنا نظلم مثلا يعني ما نقدرش نظلم الدكتور كمال كمال الهلباوي او ثروت الخرباوي بجرم ارتكبه وجدي غنيم، مع ان كلهم كانوا ابناء الاخوان المسلمين. يعني الدكتور كمال الهلباوي يعني ما نقدرش نقارن بين الاثنين يعني. بالظبط كده، هم كلهم تربيه الاخوان، بس ده انسان بذيء، يعني الناس اللي هي بتشتم وبتسبه، وبعدين للاسف كمان بيقولوا ده ربنا هو اللي بيشتم، يعني ده المصيبه السوداء ان هم نسبوا هذه البذاءه الى الله سبحانه وتعالى. صح. فهؤلاء لا يسيئون لا يسيئون الى الله انما يسيئون الى انفسهم. في واحد منهم جاب اعتقد حديث وقال كده. ايوه بالظبط، ده بيجيبوا قران ايات يعني يقول لك ده ربنا بيشتم. فطبعا ده فهم ثقيل، هو احنا يعني زي ما بيقولوا ايه، وقد يدرك وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. يعني بعض الناس هو بيقول لك الميه مره، هو المرار مش في الميه، المرار في لسانه هو. وواحد تاني يقول لك الدنيا ضلمه، هو مش شايف الشمس، انت عينيه هي اللي فيها مشكله. بالظبط كده. فاحنا يعني باختصار الناس دي مريضه، والناس دي لو في فعلا يعني دولة مؤسسات ودولة قانون كان لازم يروح يتعالجوا. طب يعني حضرتك شايف مثلا واحد زي ابو اسلام، وجدي غنيم يمكن عشان طفشان وقاعد في جحر بعيد، فيعني ده مش قادرين نوصل له، مش هنقدر نحاكمه الا اذا كان في مصر. لكن واحد زي ابو اسلام وزي مثلا خالد عبد الله وغيرهم كتير، المفروض ان القانون يسري عليهم عشان يحدوا من هذه الظاهرة ومن هذا التسمم الفكري والألفاظ والكلمات اللي بيقولوها وازدراء الأديان اللي اتكلمنا عليه في أول حلقة، حضرتك ما كنتش معايا لسه. ازدراء الأديان اللي دلوقتي بيعم على طائفة معينة وبيتجاهل الطائفة التانية. يعني حضرتك أكيد سمعت أبو إسلام وهو بيشتم وبيزدري المسيحية بكل الألفاظ القذرة، سامحني في اللفظ، ومع ذلك في واحدة زي دميانة اللي المفروض الأطفال وقيادات المدرسة قالت لا هي مظلومة، ومع ذلك بتحاكم بمحاكمة عاجلة عشان يتم الحكم عليها بسرعة. التسمم ده اللي في المجتمع المصري نعالجه ازاي؟ طيب ده هياخد وقت، لأن مفيش دولة قانون. نقط بقى حضرتك تقولها لنا، أنا عارفة إن هياخد وقت كتير بس قول لنا نقط. تمام. إحنا أول حاجة يعني خلينا حضرتك اتكلمتي عن التعليم. التعليم ده عايز وقت عشان يتصلح. في حاجة تاني يعني الثوار طالبوا بإيه؟ عدالة اجتماعية، العدالة الاجتماعية دي هتاخد وقت. طالبوا بكرامة إنسانية، الكلام ده برضه هياخد وقت. طالبوا بعيش والمسألة دي هتاخد وقت. طالبوا بالحرية وده هياخد وقت، كل الكلام ده هياخد وقت. لكن اللي هو ينفع دلوقتي حاجة اسمها التوعية ثم التوعية ثم التوعية. وواضح ان التوعية دي وظيفة رجل الدين في المسجد والكنيسة، وظيفة المعلم في المدرسة، وظيفة الإعلامي في القناة الفضائية أو في الصحيفة، وظيفتنا كلنا، وظيفة هيئات المجتمع المدني. ليه؟ هقول لك بكل بساطة، ليه مفيش كنيسة اتحرقت في مصر الجديدة أو في الزمالك أو في مدينة نصر؟ ليه ما حصلتش فتنة طائفية في أي حي من الأحياء الراقية؟ ليه بتحصل الحاجات دي في الأحياء الشعبية أو في المناطق العشوائية أو في الريف والقرى الصغيرة، الصفيح وما إلى ذلك؟ ده واضح إن هو نسبة الوعي.
انا لو رحت في الزمالك او في مصر الجديده او في مدينه نصر وقلت في بنت مختطفه هنا في الكنيسه ديت، محدش هياخد الاشاعه دي وينشرها، بالعكس كل اللي هيحصل ان احنا هنبلغ الجهه المسؤوله الشرطه او غيرها ويتم التحقيق زي ما حضرتك قلت قانون. لكن احنا دلوقتي عايشين في حاجه اسمها شبه شريعه الغاب، يعني لا في قانون ولا في امن ولا في اي حاجه خالص، احنا في حاله من الفوضى والعشوائيه، والكلام ده محتاج بقى كلنا كده نحط ايدينا في ايدين بعض، هيئات المجتمع المدني زي ما الشباب كده عامل تمرد دلوقتي، الشباب نزل للشارع عشان يكتسب الثقه التي فقدها التيار المسمي نفسه بالتيار الاسلامي. يعني هم شعبيتهم بتتاكل في الشارع، الذكي فينا هو اللي هيكتسب ثقه الشارع المصري في هذه المرحله اللي احنا عايشين. طيب في حاجه حضرتك في وسط الكلام دلوقتي قلتها خلتني اوصل لنقطه فعلا مهمه جدا نفسي اعرفها. الشيخ اللي على المنبر في الجامع ده المفروض بيكون من تعيين من، انا طبعا معلوماتي في الحته دي بسيطه، بيكون بتعيين من الازهر، من هيئه الاوقاف، مظبوط، او من وزاره الاوقاف، من الاوقاف بالظبط، من وزاره الاوقاف. اي واحد يعلو المنبر وبيشرح للناس او بيوعظ الناس ده المفروض ان ما يكونش من غير وزاره الاوقاف. طيب لو احنا عارفين ان في شيخ فوق المنبر ده عمال يقول كلام يحض على الكراهيه، مش المفروض ان وزاره الاوقاف تاخد معاه حسم وتوقفه مثلا عن الشغل او تاخد ضده عقاب؟ طبعا، بس احنا دلوقتي في اوضاع معكوسه، معلش، وزاره الاوقاف على راسها وزير هو يعني وان لم يكن من الاخوان المسلمين لكنه يعني شبه تابع تبعيه عمياء للاخوان المسلمين لان هم اللي عينوه. وبالتالي هو بينفذ تعليماتهم زي ما الدكتور هشام قنديل كده بينفذ تعليمات مكتب الارشاد والشيخ مرسي بكل يعني اخلاص. فنفس الشيء وزير الاوقاف بيسمع الكلام، يعني اللي حضرتك بتقوليه بيتعمل عكسه، لو واحد متسامح هو ده اللي بيتشاف. ولو واحد يعني زي الدكتور زي الشيخ مظهر شاهين كده ما قيمة تم ابعاده ورجع بحكم قضائي. فانا مبسوط من الفنانه الهام شاهين ان هي تبنت قضيتها بنفسها ورفعت قضيه وكسبتها وفعلا صدر حكم على عبد الله بدر وثبت انه لا دكتور ولا ازهري ولا معاه شهاده في الاساس يعني. فانا مبسوط من الفنانه الهام شاهين ان هي تمسكت بحقها وانها يعني يمكن عشان هي معاها، يعني انا واحد من الناس بتشتم وبتسب فما عنديش امكانيات ماديه ان انا ارفع قضيه، يعني انت عارف المساله عايزه برضه محامي وعايزه مصاريف وحاجات زي كده. فاحنا في مرحله من الفوضى والعشوائيه في الشارع المصري، هنعيش الفتره دي على فكره بالطول او بالعرض وهتعدي، يعني هي هتعدي ان عاجلا او اجلا، بس في النهايه لازم كل واحد مننا يسد الحته او الثغره اللي هو واقف فيها. طيب بما اننا تطرقنا للشيوخ، انا في فيديو صغير هستاذن حضرتك تتفرج عليه وتقول لي رايك في الشيخ ده ايه وايه حكم بقى المفروض هو بيدي فتوى. الفيديو ده انا اذاعته من شهر بالظبط يوم 18/4 اللي فات في حلقه من حلقات برنامج صرخه قلم، لكن انا جبته تاني مخصوص النهارده عشان خاطر حضرتك. هذا الشيخ اللي بيحل او بيحلل او بيدي الحل لنفسه ان هو يكفر ويخلي انسان مؤمن ويخلي انسان كافر، وبالرغم من كده هذا الشيخ بيتمنوا ان هم يكونوا حاطينه بدل الشيخ الطيب في الازهر، يعني ياخد منصب الشيخ الازهر. حكم الشرع بقى، هو بيتكلم عن الشرع، حكم الشرع، وطبعا عندنا سؤالين عن الشرع السادة المشاهدين سألوا حضرتك عليه، بس بعد ما نشوف الفيديو. استاذن حضرتك نشوف الفيديو وعلق لنا عليه. تفضل نشوف الفيديو. ليس مسلما من لا يركع على اعتاب الوالي القطري البار بأبيه حد طرده والانقلاب عليه. ليس مسلما من يرفض التآمر على سوريا وشعبها ويمنع السلاح عن الإرهابيين ليقتل ويذبح أبناءها. ليس مسلما من يعترض على فتاوى القتل وهدر دماء المسلمين حتى
وإن أطلقها من انتهك براءة طفلة واتخذ منها زوجة وهي تصغره بستين عاما. من لا يركع أمام أولياء نعمته في الدوحة من حكام آل ثاني فإنه يعادي الإسلام. هي آخر تقليعات شيخ الفتنة يوسف القرضاوي، صيحة أطلقها في حضرة من ناءت عتبات سفارات الدول الغربية في باريس ولندن من تردده عليها راشد الغنوشي. تقول صحيفة المنار المقدسية إنه واستنادا لتقليعة القرضاوي الجديدة، فإن من يرفض مؤامرة حكام الخليج ومعهم إسرائيل وأمريكا فإنه يعادي الإسلام. إن من لا يشارك في سفك دماء أبناء الأمة فهو ليس مسلما، وأن تكون مسلما أو معاديا للإسلام هو أن تخضع لمقياس القرضاوي، وحسب هذا المقياس فإن أمريكا وإسرائيل مسلمتان وحكام قطر مسلمون، في حين أن شعوب الأمتين العربية والإسلامية هي معادية للإسلام. فهل بعد هذا من ضلال وطغيان؟ تتابع المنار أن تتدثر بعباءتي الحمدين الصغير والأصغر، فأنت مسلم حسب ما يفتي القرضاوي، أما إذا رفضت جرائمهما وجاسوسيتهما وخدمتهما لمصالح إسرائيل فأنت معاد للإسلام، وربما سيطالب القرضاوي بإقامة الحد عليك. نحيي إسرائيل على ما فعله. ولم لا؟ يقول كثيرون. لم لا إن كان هذا المدعي أطلق مؤخرا صرخة تثير حتى الحجر؟ يقول القرضاوي: لو بعث محمد من جديد لوضع يده بيد الناتو. ونحن نقول: نستغفر الله العلي القدير، فقد بلغ الرجل أرذل العمر. ويقول كثيرون: إن الله ابتلى المؤمنين وامتحنهم كي تكشف الحقيقة عارية بلا تزوير وبلا رتوش، وهذه حقيقة من يدعى بالقرضاوي. دكتور أسامة، أتمنى أن حضرتك تكون شفت الفيديو وركزت على الكلام اللي بيتقال. أهم ما فيه من يعادي قادة قطر ليس مسلما، لو بعث محمد من جديد لوضع يده في يد الناتو. ده اللي بيقوله القرضاوي، هذا الشيخ اللي المفروض في ناس كتير جدا بتمشي وراه وبتسمع له وبتآمن بأفكاره وبتؤيده في أي حاجة يقولها. الفتوى بتاعته شيء مقدس عند بعض الناس. لما تشوف حضرتك كلام زي اللي بيقوله القرضاوي ده، حضرتك ترد تقول ايه؟ طيب، يعني ايه هو في الحقيقة الكلام الذي قاله؟ يعني كما يقال يجيب عن السؤال، بمعنى ان احنا امام مخطط عنصري. يمكن في كلامنا السابق قلنا ان العنصرية هي نتاج اختلاط اليهودية بالسياسة في صورة الصهيونية، وان العنصرية هي نتاج اختلاط السياسة بالمسيحية في العصور الوسطى فأنتجت لنا ما يسمى بالصليبية والحملات الصليبية عنصرية. وكذلك لما دخلت هذه العنصرية باختلاط السياسة بالدين الإسلامي فأخرجت لنا ما يسمى بالمتأسلمين أو الإسلام السياسي. الثلاثة دول دلوقتي عاملين محور اللي هو الناتو. لو تفتكري حضرتك جورج دبليو بوش اللي هو الصغير قال صليبية وبعد كده رجع سحبها، لكن هي في الحقيقة أخرجت مكنونة قلبه. بس على فكرة أنا لو يعني طبعا يمكن دي النقطة الوحيدة اللي هنختلف فيها دلوقتي، لو دخلت مع حضرتك في حتة الحملات الصليبية هنثبت فيها إنها ما كانتش من أجل عنصرية،
ولكن كان من أجل هجوم واعتداء على المقدسات المسيحية في القدس. وعشان كده ملوك العالم المسيحي في وقتها، أنا طبعا مش عايزة أتطرق للموضوع ده عشان خاطر ندخل في الحوار للي بعد كده، ولأن في حاجات كتير لازم نتكلم فيها، لكن أنا لو دخلنا فيها تاريخيا مش هنلاقي الصليبية عنصرية، هنلاقيها نوع كانت جاية نوع من حماية المقدسات المسيحية اللي في القدس باسم الصليب أو بحاملين راية الصليب، ولكن للأسف البعض شوه هذه الحملة واعتبرها نوع من العثور على كنوز الشرق ومش عارفة ايه، زي ما اتعمل في فيلم صلاح الدين. وفيلم صلاح الدين الأيوبي للأسف فيه أخطاء تاريخية كتير جدا، وفي حاجات تعتبر أكيد أكيد مش صح، لكن مش هنتطرق للموضوع الحملات الصليبية دلوقتي، ممكن تكون في حلقة تانية بإذن ربنا. أكيد هيكون لينا لقاءات كتير مع حضرتك تاني نتكلم فيها عن التاريخ، لأن التاريخ المصري فده المفروض إن احنا مش عارفة دكتور أسامة مش معانا مش كده، وبس ناخده دقيقتين بعد إذن المخرج يرد على السؤالين بتوع السادة المشاهدين. حكم الشرع في قتلة الجنود اللي في رفح، والمفروض ايد الشيخ مرسي ملطخة بالدم، فايه حكم الشرع في هذا الشيخ اللي هو مرسي؟ يعني الشرع بيقول ان هو يقتل ولا نعمل فيه ايه؟ زائد سؤالين تانيين من السادة المشاهدين، اتمنى يكون معنا دكتور أسامة يجاوب، واسفة على انقطاع الخط مش عارفة. عموما احنا النهاردة لغاية ما يجي لنا دكتور أسامة، النهاردة كانت فعلا حلقة شيقة جدا انا بعتبرها، لان المفروض ان احنا لازم يكون في حوار بيننا وبين هذه العقول المتفتحة اللي فعلا بتحب مصر. ودكتور أسامة قال في الاول ان هو انتماءه الاول لمصر ثم ثانيا للإسلام. هذا الانتماء اللي بيعلو فيه اسم مصر قبل أي هوية تانية هو ده اللي يهمنا. الناس كتير جدا سمعت وعارفة الدكتور أسامة وعارفة أفكاره وعارفة مبادئه، وعشان كده هيلاقوا فيه ناس كتير بتحب دكتور أسامة، ويمكن ده كان أكبر دليل السادة المشاهدين اللي لما سمعوا أن دكتور أسامة معنا في البرنامج اتصلوا عشان يشكروا أنه هو موجود معنا. دكتور أسامة حضرتك معانا؟ ايوه. انا اسفة لانقطاع الخط. لا مفيش اي مشاكل، اتفضل. بس طبعا احنا مش هنتطرق للي فات لان وقت الحلقة تقريبا انتهى، بس طبعا لان السادة المشاهدين اللي سألوا حضرتك اسئلة اكيد منتظرين رد حضرتك. حكم الشرع في قتلة الجنود في رفح، وليكن الشيخ مرسي لان ايده ملطخة والكل عارف ان هو يعتبر مشارك إن كان حتى بالفعل أو بالتستر على الأقل على هؤلاء القتلة، إذن هو مشارك في قتلة جنود يعني في قتل الجنود في رفح، حكم الشرع في الموضوع ده إيه؟ طيب يعني إحنا عموما الدم الإنساني محرم كله. أوكي. بغض النظر عن اي عقيدة او فكر او دين، الاصل في الدم الانساني هو الحرمة، وكل الرسالات السماوية لم تسمح بإراقة دم الا في مقام الدفاع. يعني الانسان يدافع عن نفسه، يدافع عن ارضه. وانا طبعا مش عايز ارجع تاني للنقطة اللي حضرتك اثرتيها في الحملات الصليبية، حتى لو فرضنا جدلا ان انا متفق معاك في التاريخ، هختلف معاكي في اللي بيحصل دلوقتي. العراق ما فيهاش اي حاجة مقدسة تمثل المسيحيين، ودخول القوات الامريكية للعراق وافغانستان هو احتلال، وبالتالي يعني القضية مش قضية ان احنا نختلف في التوصيف، القضية ان احنا لازم نقول ان فيه مسيحيين عنصريين بيستغلوا الدين في السياسة، وفيه مسلمين عنصريين بيستغلوا الدين في السياسة،
وفي يهود عنصريين بيستغلوا الدين في السياسه، ده موجود، موجود في التاريخ وموجود دلوقتي. اوكي، اتفقنا او اختلفنا في توصيف حدث، ده مش هيغير الحقيقه اللي احنا قلناها دلوقتي. احنا ضد اختلاط الدين بالسياسه مطلقا، وضد العنصريه مطلقا. اللي بيحصل طبعا في شبه جزيره سيناء حاليا، وشبه جزيره سيناء فيها اماكن مقدسه لليهود، يبقى احنا لو ابحنا للحملات الصليبيه قديما انها تدخل بلاد وتحتلها بحجة حماية المقدسات، هنبيح لليهود دخول سيناء علشان فيها الجبل الذي كلم الله عنده موسى. بس مفيش حد اعتدى، مفيش حد اعتدى على الجبل ده يا دكتور، وعشان كده لا، هم عايزين ارضهم بقى، هيقول لك دي ارضنا، ما هو يقول لك انتم محتلين، يعني هو هيقول لك اصلا المسلمين ما اعتدوش على شيء مقدس. لما دخلوا فلسطين سيدنا عمر اول واحد قال ان هذه الكنيسة مقدسة ولا يجوز الاعتداء عليها، ده رفض انه يصلي فيها علشان المسلمين ما يدخلوش يصلوا فيها. احنا عندنا آية في القرآن الكريم يا أستاذة نادية، بتقول اسمعي مني الآية لأنها مهمة جدا. الآية دي بتقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نصبت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصوامع زي ما حضرتك عارفة جمع صومعة، ودي اللي بيقعد فيها الراهب يتعبد لله سبحانه وتعالى. الصوامع مذكورة في القرآن الكريم، وإنها مكان ربنا بيذكر يعني فيها اسم الله حرمة، وإن من الفساد في الأرض هدم الصوامع التي يتعبد فيها الرهبان، ومن الفساد في الأرض هدم البيع، جمع بيعة اللي هي الكنيسة، البيعة هي الكنيسة مذكورة في القرآن. من الفساد في الأرض هدم الكنائس، من الفساد في الأرض هدم الأماكن التي فيها الصلوات بغض النظر عن دين صاحبها، هدم دور العبادة ومنع دور العبادة من أداء رسالتها، ده من الفساد في الأرض. احنا هيكون لنا لقاءات على فكرة كتير يا دكتور، لأن فعلا حضرتك بتقوله ده محتاج ان احنا ندخل في مواضيع كتيرة جدا. طب ما الكنائس اللي بتتهدد دلوقتي، الناس اللي بيهدوها مش عارفين ان في آية قرآنية بتقول كده؟ لا احنا يعني فعلا لازم مش عايزين يكون يعرفوا، مش عايزين يعرفوا، لا عارفين أصلاً. لا عارفين، لا عارفين، هم مش عايزين يعرفوا، هو قاريين القرآن طبعا. يعني الشيخ اللي هد في أطفيح 22 ساعة بيهد في الكنيسة مش حافظ الآية اللي حضرتك قلتها دلوقتي، ودي قرآن مش حديث، يعني ده آية قرآنية مش حديث، بيفسرها على مزاجه. طيب احنا هندخل في حتة الشيوخ، بس اتمنى طبعا حضرتك تقول لي حكم الشرع في نقطتين عشان خاطر تقول لي حضرتك مليت استمارة التمرد؟ مليتها الكترونيا ولسه ما ملقتهاش ورقيا. مليتها الكترونيا، يعني حضرتك بتسحب الثقه من الشيخ مرسي. حلو جدا، كلنا انا مش معترف بيه اساسا، وبالتالي بتقول له انا مش عايزك يعني صوت وصوره وورق وكل حاجه. بالظبط، انا مش معترف ان هو تولي الرئاسه كان شرعي من الاصل. انا طيب. مش معترف في 19 مارس 2011، ومعتبر ان الثوره المصريه في 18 يوم اكبر غلطه ان الثوار اخلوا الميدان يوم 11 فبراير. اه فعلا فعلا. انا اصلا مش معترفه بها ثوره، عشان يعني نحط النقط بقى على الحروف اكتر. احنا عندنا لك حريه الفكر تماما، لان هي لو ثوره كان بقى حصل تغيير، لكن انا بشيل دكتاتور وبحط دكتاتور، انا ما استفدتش حاجه. الشعب المصري ما الثوره ما انتهتش، الثوره مستمره. ده اذا كانت في وجهه نظر حضرتك ثوره، انا مش في وجهه نظري انها ثوره. لا، هي ثوره ومستمره، وتمرد نفسها بتقول ان هي ثوره ومستمره، وزي ما قلنا يسقط يسقط حسني مبارك، قلنا يسقط يسقط حكم المرشد العسكر، والان يسقط يسقط حكم المرشد، وان شاء الله سيكون باذن الله الشباب ده هو الامل بعد الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا حقيقي نقط كتيره جدا. اولا كنت مجهزه عايزه اخد راي حضرتك في جلسات النصح اللي انتهت، ودلوقتي سبب في مشاكل كتير جدا. الشيوخ المحرضه ما اتكلمناش فيها بقدر كافي. طب هو على عموما كده على الماشي الفرداوي ده هو خميني الاخوان المسلمين. حلو حلو قوي.
دي حلقة لوحدها. خميني لأخوان المسلمين دي حلقة لوحدها صدقني يا دكتور، لأن الخميني ليه بلاوي لوحدها، فاحنا لو حطيناه بالظبط لو اثنين رؤساء عصابات، الخميني في إيران والقرضاوي في قطر. بالظبط. حتة التكفير طبعا دي مهمة جدا إننا نناقشها مع حضرتك. المهم إن عندنا مواضيع كتيرة. أنا آسفة جدا أولا على إن الوقت انتهى من غير ما نستفيد بقدر أكتر من حضرتك وأفكارك، وقد إيه حب الناس لأفكارك اللي هي المسالمة اللي بتبث في نفوس الناس، حب المشاعر بين الناس كإنسان قبل أي شيء بغض النظر عن الدين، هو ده اللي يهمنا. اتفقنا اختلفنا، لكن لازم أحبك وتحبني. أنا قاعدة في وطن، في نفس الوطن اللي أنت عايش فيه واللي أنا عايشة فيه، إحنا أرض واحدة، وطن واحد، سما واحدة. تعليم بقى هو ده اللي لازم هنركز عليه، مهم جدا في حلقة تانية إن شاء الله. عندنا نقط كتيرة جدا بس للأسف وقت الحلقة انتهى. كنت سعيدة جدا جدا صدقني يا دكتور بوجود حضرتك معنا في الحلقة، وأعتقد إن في ناس كتير بتشاركني هذه السعادة، وبإذن ربنا يكون لنا لقاء تاني وكلام أكتر وصراحة أكتر وأفكار تسعد المصري البسيط وتشيل الغمة اللي دلوقتي بقت طاغية على عقول البعض مش الكل، تشيل الأفكار السيئة عن شركاء الوطن أو أهل الوطن الاتنين مسلم ومسيحي أو مسيحي ومسلم. زي ما حضرتك قلت إن صديقك الحميم أبونا بطرس لازم تكون هذه المحبة اللي نبع بينكم انتوا الاثنين بتتحركوا في كل مكان مع بعض، لازم هذه الصورة تعم على كل أرجاء مصر، لازم الناس تعرف ان مفيش واحد زي الشيخ أو الداعية الإسلامي الدكتور أسامة بيحب أبونا بطرس، وده مش عيب ولا حرام ولا كفر. حقيقي سعيدة بوجود حضرتك وبشكرك جدا جدا كمان مرة. أنا أسعد، أنا أسعد، ربنا يكرمكم، وأول الغيث خطرة، يعني دي بداية خير إن شاء الله بإذن ربنا. بشكرك جدا تاني مرة يا دكتور أسامة، وأحبائنا المشاهدين بإذن ربنا نشوفكم على خير في حلقة جديدة من حلقات برنامج صرخة ألم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد، وتصبحوا على خير.